مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهداتنا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من هي. بعيدا طبعا عن اهم موضوعين بيشغل بال الشارع المصري وكل بيت مصري، سواء يعني ابرزهم كان امبارح طبعا ماتش ما بين الاهلي والزمالك، واللي احنا كستات يعني ملناش فيه قوي، او يعني ما اعتقدش ان احنا عندنا نفس الحميه اللي موجوده عند الرجاله، فمطنشين على الموضوع ده. الناحيه الثانيه وهو ارتفاع سعر الكهرباء والعمليه التدريجيه اللي تمت بالنسبه للشرايح، واحنا يعني بالامس شرحناها بمزيد من التفصيل، ايه الزيادات ونسبتها قد ايه وعلى اي الشرائح. لكن برجع وبأكد مرة تانية إن هذه الزيادة كانت من المفترض تتم في شهر 7، عشان ده برضو للتأكيد، لأن الناس لسه مش يعني في أسئلة كتير جات لنا على صفحتنا بهذا الخصوص. هذه الزيادة اللي من المفترض إنها كانت تتم من شهر 7 اللي فات هيكون ليها أثر رجعي، يعني الزيادات هتكون بأثر رجعي. على كل الأحوال خلونا بقى نبدأ مجموعة من الأخبار اللي نقيناها لكم فيها. مدن آمنة للفتيات للحماية من العنف. ومعرض الكتاب للطفل في إبريل المقبل. والفنانة الجميلة مديحة يسري تحت الملاحظة الدقيقة. أنا نفسي أمشي في الشارع من غير ما تعاكس، أنا نفسي أمشي في شوارع نظيفة بدون قمامة، أنا نفسي المدرس داخل المدرسة ما يجبرنيش إني آخد درس خصوصي عنده. دي كانت أمال وطموحات الفتيات من سن المراهقة تقريباً اللي تم تحديده من 13 ل 18 سنة في يعني زي مبادرة تم إنشائها وهيبدأوا يشتغلوا عليها، اسمها مدن آمنة للفتيات. الدكتورة هلا أبو علي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة قالت إن هذا اللقاء اللي جمعها مع الفتيات بيأتي في إطار خطة عمل المجلس، بالإشارة طبعا لاتفاقيات التعاون المشترك اللي ما بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، ممثلة طبعا من وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأيضا بروتوكول أيضا تعاون مع منظمة اليونيسف لتنفيذ عدد من الأنشطة داخل المحافظات. منى واصف مدير المشروع بقى، مشروع الاتصال والإعلام بمؤسسة بلان، قالت إن التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة هيقوموا بتنفيذ يعني هذا البرنامج مدن آمنة للفتيات. هتكون يعني هذه المدن مش بس داخل مصر، يعني هم اختاروا القاهرة هتكون إحدى هذه المدن الآمنة ليها، أو هذا البرنامج هينفذ فيها، لكن هينفذ أيضا في عدد من البلدان الأخرى زي مثلا دلهي في الهند، هانوي في فيتنام، كامبالا في أوغندا، وليما في بيرو. طيب الخبر الثاني النهاردة معانا عن ميرفت موسى رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، واللي قالت إن المركز بيدعم الأنشطة لدى الأطفال من خلال إقامة المعارض الثقافية على هامش الاحتفال باليوم العالمي لكتاب الطفل لمدة أسبوع. ده هيكون في الحديقة الثقافية وهيكون في شهر إبريل اللي جاي، هيكون في معرض يعني لكتب الطفل بيشهد مشاركة، هي بتقول طبعا ان هو بيشهد مشاركة فعالة جدا من دور النشر وجهات الوزارة، وزارة الثقافة، في خصومات بتصل الى 70%، وده اللي سبب في رواج كبير قوي من الأسر ومن طلاب المدارس. أيضا هيعاد هذا المعرض مرة تانية، كتاب الطفل مرة أخرى في اليوم العالمي في شهر إبريل اللي جاي. طيب الخبر الثالث معانا النهاردة زي ما كلمت حضراتكم عنه، وهو عن الممثلة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري، ليها أكتر من 100 فيلم سينمائي. مديحة الآن بتعيش يعني حاليا تحت الملاحظة الدقيقة في مستشفى في إحدى المستشفيات، ويشرف عليها فريق طبي كامل، ده طبعا بعد تدهور حالتها الصحية وامتناعها عن تناول الطعام لأكثر من يوم.
سمراء النيل بتخضع يعني للعلاج منذ فترة طويلة، بدأتها في مستشفى السلام ثم انتقلت لمستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيلي بالعجوزة، بتعاني من هشاشة عظام، ويعني كلنا بنأمل إنها تقوم بألف سلامة من هذه، يعني نقول عليها بقى نتمنى إنها تكون وعكة صحية سريعة وتعدي على خير يا رب. ده كانت أخبارنا النهاردة فيا، ونبدأ بقى نروح سريعا عشان نشوف فقراتنا فيا. طيب هيكون عندنا فقرة مهمة قوي، وهو سؤال: هل تقبلي إن جوزك يطلب منك تعملي عملية تجميل؟ ده موضوع فقرتنا النهاردة. هنتكلم عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال وأمراض حديثي الولادة. هنتعرف كمان النهاردة من خلال تقريرنا على شكل الحياة في العوامات في تقريرنا النهاردة. وفقرة الموضة وأحدث كولكشن لمصمم الأزياء عمرو سعيد هيكون مع ليلى. طبعا يعني دايما بحب انوه على حضراتكم ان احنا يعني هذا البرنامج تفاعلي بالدرجه الاولى مع هي، وبالتالي اعتقد ان هو البرنامج التفاعلي الوحيد للستات في مصر. ليه؟ لان احنا طبعا فاتحين الهواء التليفونات على الهواء طول فتره البرنامج، مش ده بس، صفحتنا كمان في هي على الفيسبوك متواصلين معاكم، فريق البرنامج بالكامل بيتابع كل اسئلتكم وموضوعاتكم بنطرحها على الهواء مباشره، ارائكم كمان بتبقى موجوده معانا، واسئلتكم من الشارع بننزل بكاميرتنا. اتمنى طبعا التواصل بشكل سريع. كمان احنا بنختار لكم بعض الصور او الفيديوهات اللي حازت على أعلى نسب مشاركة سواء بلايك أو شير، وبنعرضها على حضراتكم. إحنا اخترنا مجموعة من الصور للرياضيين، صور رائعة يعني أعتقد يعني إحنا طبعا أكيد الكل بيتابع يعني الألعاب الأولمبية، وطبعا غير إن الاحتفال كان رائع يعني كان مبهر للعالم كله، لكن احنا اخترنا بعض الصور بقى للرياضيين اثناء لعبهم، و يعني احنا شايفين طبعا تاثيرات على وجوههم والرشاقه والقوه، يعني بنتفرج على حاجه حلوه بقى. الرياضة يعني جميلة، وأعتقد إن هي كمان مفيدة قوي خصوصا أطفالنا. أنا نفسي كل بيت في مصر حقيقي يرعى أولاده أو بناته قبل أولاده كمان في الرياضة، حقيقي بتفصلهم عن حاجات كتير وحشة قوي ممكن يمروا بيها، وتجربة مميزة اجتماعيا ونفسيا وبدنيا واجتماعيا كمان، إزاي يتعامل وإزاي يبقى في فريق، وإزاي هو بيعيش من هو صغير تجارب اجتماعية مختلفة فيها منافسات وفيها الكثير، يعني بيخرج بعد كده لما يكبر بيخرج واعي، يبقى إنسان واعي. طيب عامة احنا هنفضل متابعين طبعا الألعاب الأولمبية، وبنتمنى طبعا للفرق المصرية ان هي، واحنا مشاركين بفرقة كبيرة 124 لاعب، ده رقم يعني رقم كبير طبعا، ونتمنى ان هم كلهم يرجعوا لنا بميداليات. موضوع فقرتنا النهارده بقى وفقرتنا الرئيسيه هو: هل تقبلي ان جوزك يطلب منك تعملي عمليه تجميل؟ في ناس طبعا هتقول يا ريت، وفي ناس ليه وانا ليه هغير من شكلي، ما هو متجوزني كده، ما يعني يقبلني كما انا زي ما انا بالظبط قبلاه كما هو. طب لما هو يروح نفسه يعمل عمليه تجميل؟ اراء كتيره قوي اختلفت، وده كان يعني احنا اثرنا هذا الموضوع لان احنا اكتشفنا ان في حالة على الانترنت كانت بتسأل هذا السؤال، وكانت ردود فعل غريبة جدا، هنعرضها على حضراتكم النهاردة في موضوع فقرتنا الرئيسية. مشرفنا النهاردة في الاستوديو في هذه الفقرة تحديدا جنات عبد العليم،
باحثة وناشطة نسوية، وطبعا هي ضد ان الزوج يتحكم في زوجته ويطلب منها اي طلب زي ده، بس هنعرف ليه وهنشوف المقابل بالنسبة لها ايه. كمان الدكتور عمرو عادل خبير التنمية البشرية، وهنسأله ايضا في هذا الموضوع، واتمنى طبعا مشاركتكم على الهوى، خصوصا بقى لو واحدة فعلا جوزها طلب منها ده. على فكرة في ستات برضو بتقول ان احنا بنطلب من ازواجنا ده، بس هم يعني زي ما بنقول بالبلدي كده ايدي منه والارض، يعني انا هطلب منه يعمل عملية تجميل، اعمل عملية تجميل. فعلى كل احوال احنا هنعرض ده مع حضراتكم وهنشوف ردود افعالكم وردود الشارع وردود ايضا ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معاك. هنروح سريعا بقى علشان نروح نشوف تقرير وفري عاملين ايه النهارده وتوفري وقتك ومجهودك. رجعنا لكم في فقرتنا الرئيسية في هي، وأكيد أعتقد يعني إن في كتير مننا عارفين بيج اسمها حد يعرف، أعتقد إن كل البنات وكتير قوي من السيدات داخلين عليها. واحدة حكت قصة ليها مع جوزها، جوزها طلب منها إن هي تعمل عملية تجميل، بيقول لها إن أنا وأنا قاعد جنبك أنا أحلى منك، فطلب منها كده أنت لازم تعملي عملية تجميل. فهي شرحت حكايتها ودخلوا الناس طبعا يردوا عليها، تقول هي بتقول انا اعمل ايه، وبالتالي دخل بقى الناس يردوا عليها ما بين رجاله وستات صغيرين وكبار، والموضوع يعني بقى كبير جدا جدا. هنعرف راي ضيوفنا النهارده وطبعا راي حضراتكم، بس بعد الترحيب بيهم. ازيك يا جنات؟ جنات عبد العليم باحثه وناشطه نسويه، اهلا بيكي. ودكتور عمرو عادل خبير التنميه البشريه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين جميعا. اهلا بيك. ايه رايك في القصه دي؟ لو انت كنت هتردي عليها كنت هتقولي لها ايه؟ اسمعي راي جوزك واعملي عمليه تجميل، ولا هتقولي لها لا خليكي زي ما انت؟ لا انا مش هقول لها لا ده ولا ده، هقول لها اسمعي راي نفسك، راي مرايتك. لو انت شايفه ان انت هتكوني اكثر راحه نفسيا وانت راحه تعملي ده اعمليه فورا. كتير من الستات لما بتدخل في دوامه اكتئاب، دوامه ملل، بتقص شعرها، بتغير لوك حواجبها، هي حره. هو شايف انه لكن فيما طلب جوزها فيما يخص الحكايه اللي هي حكيتها. هو انا عندي سؤال، هو هل هو لما تصور جنبها وقال لها انا شايف نفسي احلى منك، هو اتعرف عليها يوم التصوير، ولا هو شافها بنفس اللوك ده قبل الجواز وسعالها وراح تقدم لها ووافق على شروط اهلها وشروطها وارتبط بيها وشكه ومهر وفرح ولا هو اتفاجئ يوم الصوره ولا هو اتفاجئ يوم الصوره؟ طب هل هو هيسمح انها تطلب نفس الطلب؟ زي ما في رجاله مثلا بتتضايق انه بعد الحمل والولاده الست بقى عندها كرش. طب هي سبب الكرش عندها الحمل والولاده، سبب الكرش عند سيادتك بعد الجواز ايه؟ المدام كانت حامل؟ دكتور عمرو مش عارفه ليه رافع حاجب ومتضايق جدا. ليك راي؟ انا ما بتبسط برفع حاجبي. لا انا متفق جدا مع كلام الاستاذه جانيت. خلينا نقول ان مش عايزين نختزل جمال المراه في جسدها. انا عايز اقول للراجل انت بتتعامل مع شخصيه، انا دايما اقول حتى للمتدربين عندي اقول لهم انتوا بس الرجاله دلوقتي منفتحين وبيبصوا على الصور على الانترنت، بيتفرجوا أكيد طبعًا في التلفزيونات على الكليبات وعلى يعني لا في فكر متطور جدا. يعني ما انا في نقطه انا بتفق فيها وفي نقطه بس فيها عشان ما يبصش بره. احنا بنختلف في ايه؟ في طريقه في الاسلوب. كل الحالات اللي بيبص هيبص في كل الحالات.
طب ما نسال الراجل. طيب الراجل طيب اللي معانا هنا هنقول ان الراجل بطبعه بصري شويه بينظر للاشياء اكتر. اوكي انا متفق معاكي، لكن احنا بنقول ممكن تكون واحده مش جميله خالص وتلاقيها ماشيه في الشارع وجوزها او خطيبها ده شاب وسيم جدا، فيبقوا قاعدين البنات بيتفرجوا عليها يقولوا ايه ده، يعني احنا اجمل بكتير وسوقنا باير وهي شوفي عامله ازاي ومتجوزه واحد ما شاء الله زي القمر. ده انتقاد. هقول لك فانا بقول للبنات اللي بيقولوا كده اقعدوا مع الشخصيه دي وانتوا تعرفوا هو متجوزها ليه، وكذلك العكس ممكن تكون واحده جميله جدا ومتزوجه واحد دميم جدا 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 لا شكلا ولا موضوعا ولا لبس، وتلاقيها متشعبطه في دراعه طول ما هي ماشيه ماسكاه كده، يعني باين قوي وظاهر معالم الحب عليها وارتباطها بيه. فالشباب يقولوا على ايه؟ يعني شاب شكله دميم ومش حلو خالص وليه هي مرتبطه بيه كده؟ اقول اقعد معاه وشوف الشخصيه قد ايه متزنه واثقه في نفسها. الموضوع مش موضوع جمال، لكن احنا نفسنا كراجل او كست بيحب الشيء الجميل، ما اختلفناش على ده. ان هو يقول لها اعملي عمليه تجميل او هي تقول له طب ما تروح في عمليه جديده لشفط الدهون او لل طب احنا كنا لسه هنيجي النقطه دي تظبيط البطن منطقه البطن او ده كله الكرش ايوه ما فيهوش مشكله خالص، لكن المشكله هي في الاسلوب. اتقال امتى الكلام ده؟ ولانك للراجل اسهل لما تقول له روح ظبط موضوع الكرش ده سهل. ليه؟ لان الراجل طبيعته الجماليه مش في جسمه ولا في شكله، اكتر في شخصيته وكاريزمته. اما المرأة بس ما بيروحوش بتهيألي. هكمل لك. اما المرأة الاكتر فين؟ جمالها اكتر في وجهها وفي جسمها. فلما بيقول لها، انا بقول للراجل خلي بالك لما تقول لهي خلي بالك لازم تعملي عملية تجميل، حتى لو قايلها باسلوب كويس بس خطبت العقل الواعي مباشرة بالامر، فهي المرأة بتاخدها طعنا في انوثتها وكأنك طعنتها في انوثتها، زي ما جانيت هانم قالت كده في اول الموضوع، ما احنا متجوزين وانت شايفني كده من الاول، ايه اللي حصل بعد الجواز علشان تيجي؟ هو انت ما كنتش شايفني؟ يعني يضحك عليها؟ ما هو كلامك يعني يضحك عليها ويقول لها ما تيجي نروح لا. زياره لدكتور تجميل؟ لا، في اعلان نازل مثلا يقول لها بص الاعلان ده تقول له اه ايه رايك نروح ولا اقول لك بلاش انت ما شاء الله زي القمر، فتقول له لا لا تعالى نروح. سياسه المرأة عايزه كده. سياسة المرأة عايزة كده. في الغالب المرأة هي اللي بتطلب تعمل عملية التجميل، العمليات البسيطة طبعا هي اللي بتقبل على ده عشان دايما بس الحالة اللي معانا واللي أثارت يعني لا أنا معترض على الطريقة فعلا كمان. لا 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 يعني في ناس كانوا بيتخانقوا مع بعض على معترض على الطريقة، إن أنت مهما كنت وسيم تقول لمراتك أنا أجمل منك طب ما حضرتك بقى تحمل وتخلف وأقول لها أنا فيا أنوثة أكتر منك، مش منطق راجل ابدا ان يقول لزوجته انا احلى منك. هو يقول انا احلى بس مش هقول انا فيا انوثه. طب يعني ايه احلى؟ وسامه الراجل مختلفه تماما عن وسامه المراه، بالعكس كتير من البنات لما تشوف واحد في الوسامه اللي هو ابيضاني قوي واشقر وعينيه خضراء وما تحبش الشكل ده، تقول لك احنا كشرقيين الانثى الشرقيه عاده تميل للراجل اللي في وشه معالم الرجوله حتى لو ما فيهوش الوسامه. لو شفتي مين من الشخصيات الوسيمه جدا في السينما المصريه؟ كان عمر الشريف. عمر الشريف وسامته زي مهند، زي توم كروز، حسين فهمي كل لا حسين فهمي وسامته مختلفه شويه. خلينا مثلا في واحد زي عمر الشريف، هل اختلف حد على انه وسيم؟ بالعكس ده الناس شافت احمد زكي الله يرحمه من الشخصيات المؤثره جدا في المراه، رغم ان هو كان اسمر وغير وسيم. ليه؟ كاريزما الراجل، شخصيته. هي الانثى مش محتاجه انثى معاها، هي محتاجه راجل في معالم وشه لما تيجي تلاقي الدنيا كلها. فاحنا كده جينا يعني على رجالة مختلفة. في الاخر هل يعني انت تقبل ان هقول لك ايه مثلا، ان حد يقول لي اعمل عمليه يعني الراجل ممكن يقبل ان مراته تقول له روح اشفط كرشك؟ الراجل اسهل عنده لان ده ليس طعن في رجولته، لكن المراه بتاخد الكلام. انا عايز اقول احنا اتكلمنا كتير في حلقات كتير على قنوات كتير جدا فرق بين نمط تفكير المراه ونمط تفكير الراجل. المراه ما ينفعش اقول لها اوامر مباشره، بخاطب العقل اللاواعي، الالم ده بيكتب فتروح مدياني القلم، رصيدي خلص فتروح مدياني الموبايل، انا بشتغل على العقل اللاواعي. المراه عايزه كده، نمط تفكيرها كده، الاوامر المباشره ما تجيبش معاها نتيجه. انا هدفي طيب. بقى انتصر عليها ولا اوصل للنتيجه اللي انا عايزها؟ اوصل للنتيجه اللي انا عايزها، فخاطب العقل اللاواعي. طيب احنا معانا استاذ احمد، اول مشاركه معانا، مشاركه ذكوريه، اهلا بيك يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك احمد مكاوي من المقاطعه الاهليه. اهلا وسهلا. أهلا بيك. أولا الراجل مش بجسمه، الراجل برجولته. أنا شايف الدكتورة أو الأستاذة اللي مع حضرتك متحاملة مع الرجالة أوي، على الرجالة أوي. المفروض الراجل يطلب من الست تعمل تجميل، تدوع نفسها، إنما ما يصحش إن هي تقول له دوع نفسك واعمل نفسك، لأن الراجل برجولته مش بجسمه، الراجل برجولته.
لان في رجال يعني رجاله ثلاثه، رجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل. الرجل الرجل الذي الرجل الذي له راي وله مشوره. الرجل برجولته يا استاذه مش بحلاوته وبكرشه، لا اما يمكن انا ماليش. طب انت تحب يا استاذ احمد تحب يعني طلبت من مراتك قبل كده ان هي تروح تعمل عمليه تجميل؟ لا طبعا ما طلبتش، انا سايبها على الطبيعه يعني عادي. على الطبيعه يعني مش نفسك مثلا ان هي تروح تعمل عمليه تجميل؟ ماشي عادي، بس احنا ما يعني انا اطلب منها اه، بس هي ما تطلبش مني. بس هي ما تطلبش منك ليه طيب؟ لان لو طلبت مني يبقى انا ما اعرفش بقى، انا اتضايق من نفسي بقى ما يصحش، لان راجل لان راجل. وبعدين انا راجل، انا ليه اربعه اتجوزهم؟ لو ما عجبتنيش دي باخد الثانيه. يعني هي انا بقول لها غيري من نفسك عشان انا استمر معاكي مش اكتر من كده. فانا اطلب منها ان هي ما تطلبش مني انا كراجل يعني. اه يعني ده زعل حد. طيب يعني استاذه جنات طبعا ليها رد، فبما ان انت خاطبتها بقى بشكل مباشر فانا بشكرك طبعا يا استاذ احمد، ونسمع رد جنات على ما على اللي قلته. هو هو ابتدى كلامه بانه ما يصحش كده. هو قال نقطه مهمه، هو قال نقطه مهمه في الاخر، قال انا راجل ليه اتجوز اربعه، والله ما عجبتنيش هتجوز الثانيه، الثانيه ما عجبتنيش هتجوز الثالثه الرابع وهكذا يعني الفكر ده. طب ما يطلق ويشتري جواري. يعني هي دي نفس النظريه، الجارية دي مش عجباني شكلها، مش عجباني طريقتها. طب فكرة البعد. قبل ما نرد معانا كمان آية ليها مداخلة. مساء الخير يا آية. وآية لو سمحت وطي التلفزيون واسمعينا من خلال التليفون عشان يبقى الموضوع سريع، وده يعني أتمنى من كل المتصلين يعملوا ده عشان ما نستهلكش وقت كتير. حاضر. مساء الخير يا آية. مساء النور. أهلا بيكي، اتفضلي. خليكي. والله انا بعترض على ان الراجل يقول لمراته ان هي بتعمل عمليه تجميل ولا معترض على ده ليه؟ طيب يا ايه ليه هو اتجوزها ليه؟ هو ايه هو اتجوزها ليه؟ علشان هو اتجوزها على بقول لك هو بيتجوزها ليه؟ علشان وحشه. اتجوزها ليه اصلا لو هي وحشه؟ خلاص الرساله وصلت، شكرا ليك يا آية. طيب نرد كلام هنا بقى يعني آية على استاذ احمد الاول. على استاذ احمد، اللي قاله استاذ احمد عكس اللي قاله الدكتور تماما. الدكتور قال انه ان تقولي للراجل ده اسهل، هو قال لك لا ما تقوليش ده كده بتطعن في رجولتي. طب هل انت لما بتطلب ايه يعني انت اديت حق لنفسك مش قادر تديهولها ليه؟ او منعت عن نفسك وما منعتش عنها ليه؟ لو ما عجبتنيش يعني هو قال الراجل مش بجسمه، فلما تقول لك اعمل حاجه في جسمك كده مش طعن في رجولتك. لو ما عجبنيش هو كلامه كان متناقض يعني عكس بعض. لو ما عجبتنيش هشوف الثانيه، ما عجبتنيش الثانيه هشوف الثالثه. انت كده ما بتتعاملش مع فكره بناء اسره، كيان اسره، ما بتتعاملش مع فكره انه هي نصف المجتمع وهي شريكه ليك في بناء الاسره دي. انت بتهد اسره وبتهد اسره وبتهد اسره عشان بتدور على شكل. انت لو عايز تدور على شكل وهتبص مش محتاج ان هي تغير لك في شكلها، لانه حتى لو غيرت الشكل اللي بعده مش هيعجبك، والشكل اللي بعده مش هيعجبك، والشكل اللي بعده مش هيعجبك. مختلفه كمان مع الدكتور في فكره طريقه مخده عقل المراه اللاواعي. مفيش حاجه اسمها عقل المراه اللاواعي او طريقه تفكير المراه كده وطريقه. على فكره يعني تركيبه شكل عقولنا واحده. ربنا خلق لنا، خلقني انسان كامل الاهليه وخلقه انسان كامل الاهليه، واحنا اطفال امهاتنا بتدينا بالطريقه اللي الدكتور قال عليها. اخاطب بطريقه واقول لابني معرفش ما تعملش ايه بشكل مباشر عشان هيستفزه الكلام فيروح يعمله، تحطش يا حبيبي المسمار في الكهرباء فهيستفزه الكلام ويحب يعرف لو عمل كده ايه اللي هيحصل. انا بخاطب انسان كامل الاهليه ولا بيبي لسه هشوف هستفزه ازاي واخرج منه اللي انا عايزه ازاي؟ المراه انسان كامل. استاذه جنات ان انا لما قلت في اختلاف ما بين العقلين، مين قال ان انا قلت ان عقل المراه اقل؟ انا قلت في اختلاف، والاختلاف ما بين الرجل والمراه هي اختلاف تكاملي وليس تفاضلي. حضرتك خدت الموضوع في جزء تاني خالص كاني بنتقص من عقل المراه، بالعكس
المرأة باختلاف نمط الشخصية. لا 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 معلش، أنا ملزم بالكلام اللي أنا قلته، مش فاهم حضرتك. طيب لا أنا سوري أكمل. أنا قلت على فكرة أنا مش عارفة أكمل جملة على بعضها. طب اتفضلي، بس أنا حبيت أعقب على دي، بس أنا ما انتقصتش أبدا، بالعكس هي ليها إمكانيات وقدرات باختلاف نمط عقلها عن الرجل. وعلميا وزن مخ المرأة مختلف عن وزن مخ الرجل، أقل 102 جرام. علميا عقل المرأة الفصين المخ متشابكين متداخلين، الرجل عندها الموصلات العصبية 4 أضعاف عند الرجل، عشان كده بنقول المرأة تفكيرها شبكي شوية، الرجل تفكيره صندوقي، عنده صندوق لكل حاجة، وده بيدي قدرة للمرأة أنها تركز في أكتر من حاجة في وقت واحد مش عند الرجل. ده بيفيدها أكتر ومميزة بأشياء كتير مش عند الرجل. طب أنا هرجع تاني ليك يا جانيت. طيب حاضر، بس ناخد الاول الاستاذه ولاء. مساء الخير يا استاذه ولاء. لما ترد بس. الو، ايوه ازيك يا استاذه دين، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا ولاء، انت الاول متزوجه ولا لا؟ لا مش متزوجه، بس انا حابه يعني اشارك في الموضوع، وشايفه ان يعني الجمال بكل مرحله عمريه ليها جمالها، وما ينفعش ان الزوج يطلب من زوجته يعني ان هي تعمل عمليه تجميل. يعني ده بيدل مثلا ان هو متاثر قوي بالفنانات او الحاجات اللي هو بيشوفها على النت او بالافلام وكده، وهو يعني نفسه انها تتغير. هو ممكن يعني كل الرجاله، طب ما احنا لو فرضنا يا ولاء ان هو متاثر قوي بالفنانات والكلام الكلام ده كله، طب ما هو عنده حق، ما هو برضو بيشوف حاجه مختلفه بصراحه يعني. هو لما بيطلب منها ده، وده رأي على فكرة موجود وكتب والناس بتتكلم عليه، عايز يعف نفسه، مش عايز يبص لحد غيرها، ولا انت شايفة ايه؟ يعني مثلا هي ممكن تحسن من يعني ساعات الستات بتنشغل بأعمال الطبيخ ومراعاة الأولاد وتهمل في نفسها وشكلها، يعني ممكن الستات تهتم شوية بمظهرها وبرشاقتها، مثلا لو سخنت شوية تعمل رياضة، تحاول مثلا تروح للكوافير مثلا مرة مرتين في الشهر، يعني تهتم شوية بمظهرها. لكن كنا تتحول تبقى هيفاء وهبي أو نانسي عجرم، دي شايفاها مستحيلة. يعني في تركيبة معينة وشكل معين لكل واحد، يعني كل شعب ليه صفات معينة. ما هيفاء دي هي هيفاء بعمليات التجميل برضو يا أستاذة، يعني برضو خلي بالك مصروف كتير عشان توصل لها. هيفاء مع كامل الاحترام لهيفاء وهبي والنانسي، مصروف كتير عليهم كعمليات تجميل عشان يبقوا كده. هي الفكرة ان هي نفعت تبقى كده، لكن انا لما اقعد جنب زوجتي اقول لها انا عايزك تبقي هيفاء وهبي في شكلها، تقول لي طب هات 3 4 مليون. طيب انا بشكرك يا ولاء. ومعانا اتصال تاني من استاذة زينب. مساء الخير. ايوه مساء الخير. مساء الخير. متزوجة ولا غير متزوجة؟ لا مش متزوجة. طيب ايه رأيك لو فيما بعد يعني اتجوزتي وجوزك طلب منك ان انت تعملي عملية تجميل، هتوافقي ولا لا؟ لا انا عن نفسي هوافق، لان انا على حسب وجهه نظر الراجل، لان دوت جوزي يعني هيبقى ابو عيالي ودنيتي يعني. طب ده رأي مختلف المره دي، اكيد هتبقى رأي مختلف. انا لو هو بيحبني وانا بحبه هقول له برضه ان هو يغير من شخصيته برضه، يعني لو في حاجه مثلا مش كويسه، مثلا شكله بحاجه مثلا، هقول له مثلا يعدل من شكله. ده احنا هنناقشها برضه في نقطه ثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا. ومعانا اميره. مساء الخير يا اميره. مساء النور. اهلا بيكي. مدام ولا لسه؟ لا مدام. مدام جوزك قبل كده طلب منك تعملي عمليه تجميل؟ لا طبعا. انت طلبتي منه؟ لا انا مش شايفه ان الواحد المفروض يطلب من زوجته ان هي تعمل عمليه تجميل، لان ده غلط. يعني هو ما شافهاش من الاول. اتفضلي. اتفضلي سامعينك. يعني هو ما شافش زوجته من الاول على ايه يعني؟ يعني بعد كده هتغير في شكلها، يعني مثلا كل ما تيجي تغير في شكلها افرض مش هتعجبه تاني، هيقول لها غيري في شكلك تاني؟ انا شايفه ان ده غلط. هل ينفع كده؟ انا سامعه. طب يبقى انت كده بترفضي ان زوجك يطلب منك تعملي عمليه تجميل. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا اميره. وجانت سريعا كده، علشان احنا كمان نزلنا الشارع وسالنا الرجاله تحديدا، ينفع تتجوزوا بنات، او يعني سالنا الشباب ينفع تتجوزوا بنات عاملين عمليات تجميل، وكان ليهم ردود مختلفه جدا. بعد ما نشوفها هرجع اخد ردك يا جانت، تعالوا نتابع. تتجوز واحدة عادية عاملة عملية
عامله عملية ان شاء الله تكون عامله عند بتاع الشكمانات حاجه. انا مش عارف بياختي الوقصه اللي دخلت علينا اليومين دول. مرضوش عشان انا عايزها طبيعتها. مفيش احسن من الطبيعي. المشكله يعني مثلا لو مناخيرها مثلا فيها مشكله فيها عيب وعمل التجميل ده مش اكيد وهيفيدها طبعا يعني. بس ما انت حلوه اهو. بحب الحاجه كده طبيعيه زي ما هي على طبيعتها كده احسن يعني. ايه المشكله لو العمليه نجحت؟ اه هتجوزها خلاص اكيد هتبقى احلى يعني. لا طب هتعمل ايه عشان تتاكد ان جمالها طبيعي؟ ما انا لو مش واثق فيها مش هدور وراها. اكيد في موقف هشوفها فيشها فيه يعني في عزا في خروجه حر مثلا اكيد الدنيا هتبان. اسم النبي حارسك وسينك يغطي عليها يا اختي. ما انا اشدها من شعرها. لازم تغسل وشها. لكن لو عمليه ده بدنا اعمل ايه في دي؟ ان انا اشوفها مثلا وهي صاحيه من النوم او هي مخنوقه او هي زعلانه. اول ما تصحى من النوم اقول لها صوري نفسك على طول. احطها في البانيو اشد بقى شعرها واغسل وشها. مش عارف يعني ممكن مثلا اكبس عليها وانا خاطبها مثلا الصبح بدري. صعب ان الواحد يتاكد. عرفت ان هي عملت عمليه تجميل ومش قايله لك. خلاص مش مشكله ان الله غفور رحيم يعني. لا اوريدي يعني هزعل منها. هعمل ايه طيب؟ هرجعها تاني زي الاول يعني وهسيبها. خلاص المهم ان المنتج النهائي كويس خلاص ما مش مشكله يعني. هطلقها. لو وحشه بس هتسيبها؟ ما انا مش هرتبط من الاول اصلا. وده كان رأي الرجالة. حالة من التناقض غريبة. قبل الجواز عايزينها مش عاملة ولا عملية تجميل. اللي قال احطها في البانيو واشوف. واللي قال اخليها تصور نفسها وهي صاحية الصبح. واكبس عليها في البيت بدري. واكبس عليها في البيت بدري يعني برضو ليهم حيل. واللي قال ان الله غفور رحيم ده كتر خيره يعني. وفي نفس الوقت بعد ما يتجوزوا عايزين انهم يعملوا عمليات تجميل. بمبدأ أيوة. انه اللي هيبص بره هيبص بره. هي دلوقتي عجباه زي ما هي كده بيخاطب عقلها. قدر يخاطب عقلها ويخاطب البني ادم اللي جواها وقرر ان هو ده البني ادم اللي هي يعني احنا الاثنين هنكمل بعض وهنعمل اسره. بعد شويه زي ما قال الدكتور الراجل بطبعه بيبص. طيب يقال ان الراجل لو متجوز لو معاه اجمل النساء وسمع ان امراه في البرازيل جميله هيروح يشوفها. يعني احنا مش بنقول كل الرجال ده. انا متفق جدا مع الاستاذة جانيت. الفكرة هنا في انه طول ما الست شايفة انه هي محتاجة تعمل حاجة بعقلها. خطبي عقلك وبصي لمرايتك وخلي مرايتك تنور لك اللي جواكي. انت بني ادم كامل الاهلية. يقدر يقرر هو محتاج يعرض حواجب ولا يتخنها، ينفخ شفايف ولا يسيبها، بعد الحمل والولاده مقرره تخسسي ولا شكلك عاجبك كده. من فتره الفنانه انديو جدان نشرت صوره ليها وقالت انه صحيح تخنت جدا في الحمل وصحيح الصوره اللي انا منزلاها مش اروع صوري لكن انا مبسوطه بيها وكل اللي شايف ان انا الفنانه جميله نيلي كريم برضو لما صورت نفسها الصبح بدري نفسها. انا بقول ان دي ثقه بالذات دي بني ادمه ورغم ذلك على فكره هجمنا يعني يعني دي بني ادمه عليهم نفسها هجوم. عايزه اللي يشوفها يحترم عقلها يحترم ثقافتها يحترم اللي هي بتقدمه للمجتمع. انا قد ايه بني ادم او بني ادمه بناءه قادره افيد مجتمعي بشكل مختلف حتى لو ربة منزل قادرة تفيد مجتمعها. ما هي كمان ربة المنزل مش شخص ما بيفيدش مجتمعه. هي استاذة دكتورة مع الواقع مغير. شوفوا عيادات التجميل ودكاترة التجميل شغالين ازاي على النساء. الواقع مغير كده. ما دول بيروحوا ازاي بيروحوا ازاي صحيح ده سؤال لجنات. هي شايفة ان هي حابة تروح هي اللي عايزة بس. انما فكرة اني لو ما روحتيش هطلقك. على فكرة لو روحتي بعد شويه لو عجبه شكل تاني ما عملتوش ومش هتقضي حياتك كلها من بنج البنج البنج البنج. ولا انا فيما حدث للفنانه سعاد نصر اسوه حسنه يعني. الست دخلت تعمل شفط دهون ماتت غيبوبه نتيجه بنج زياده ماتت. ولا حالتنا ده استثنائيه يا استاذه من يعني أنا النادر لا حكم له يعني النادر ما ينفعش يقيس عليه. يا استاذ انا بقول انا بدي مثل على فكره. طب انا عايزه برضه رايي. انا بدي مثل على فكره. انا بدي مثل ما بقولش ان دي قاعده عامه.
وبقول زي ما انا اديت مثل بالفلانه انجيو جدين وما بقولش انها قاعده عامه، في ستات فورا بتروح تعمل شفط دهون بعد الحمل والولاده وتشد ترهلات وتشد بطنها. فكره انا عايزه ايه؟ انا كامل الاهليه واقدر اقرر لنفسي، ولا انا طفل بيتدادى وتعالى يا حبيبي هديك شوكولاته لو عملت كذا؟ انا عايزه اسال دكتور عمرو، يا دكتور يعني حاله التناقض الرهيب. لا انا عايزه اتجوز، يعني الشباب بيقولوا اهو في خلي بالك حضرتك التناقض ده لما سالناهم ترضى تتجوز واحده يعني عامله عمليه تجميل قال لك لا، وفي نفس الوقت بعد الجواز لا واحد اللي قال لك قال لك لو العمليه نجحت، لو العمليه نجحت هتجوزها، لو فشلت مش هتجوزها. وبعد الجواز عايزينهم يعملوا عمليات تجميل. جماعه الحياه ابسط من ده كله واروع من ده كله، احنا شركاء في الحياه. عند الراجل بتيجي تقول لي يا حبيبي احنا عايزين، هقول لك انا كراجل شرقي وانا راجل شرقي يخليه يجبر مراته ان هي تعمل عمليه تجميل؟ مش اجبار، انا مش هجبر حد عشان يتجمل، مش هجبر. ولو ما عجبنيش شكلك هتجوز الثانيه والثالثه والرابعه؟ لا 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 ده طب خلاص عملت عمليه التجميل مش عاجبها وقال لها كده ووافقت وراحت عملت تجميل وبقت جميله، ما في اجمل منها، ما انت ما تشوف اجمل منها تطلقها حتى بعد ما عملت عمليه التجميل. ده منطق مش صح اللي اتكلم فيه، انا بعترض معاه في كل شيء في المنطق ده، ان انا بتجوزها عشان جميله، بكمل معاها عشان جميله لما تعمل عمليه التجميل وتبقى اجمل واحلى وتحافظ على جمالها. لو انا بتعامل مع شريك الحياه من مبدا جمال الشكل وجمال الجسم فقط، فاول ما اشوف واحده اجمل 5% هطلقها واروح اجيب الاجمل، ده مش مبدا في الحياه. دي زي ما جانيت هانم قالت يشتري جواري، دي مش فكرة الشراكة ما بين رجل ومرأة. الفكرة ايه؟ ان احنا عايزين نشتري صالون نحطه هنا، ايه رأيك يا حبيبي؟ يلا نروح نجيبه. ايه رأيك نعمل عشاء النهاردة كويس؟ اوكي. ايه رأيك نعمل كذا؟ تمام. ايه رأيك تشفط بطنك تبقى احلى، تبقى حتى رياضي وصحتك؟ طب يلا. ايه رأيك تعملي كذا؟ مش هيرضى جانيت. انا بتكلم مش في هو بيعمل ايه، انا احنا بنصحح يا جماعة، احنا دورنا ايه؟ مش ناخد العينات اللي هي بتتكلم ونقعد نقول ده صح وده غلط، لا احنا بنقول اللوجيك اللي المفروض الناس تعمله. الرجل المصري الشرقي لو مراته قالت له روح اعمل عمليه تجميل، اشفط كرشك، مش عارفه ازرع شعر، اعمل كده، هيرضى؟ ده كان السؤال اللي لازم يساله في الاعلام بالمناسبه. كويس جدا. في ناس هتوافق وفي ناس مش هتوافق، احنا دورنا ايه كاعلام وكمتخصصين؟ انا بسالك يا دكتور. أيوة، هيرضى الناس هتوافق. انا سالت 5 امبارح، لو جوزك قال لك اعملي عمليه تجميل، مدام بوسي اول واحده قالت مستحيل، يقول لي هو متقبلني على كده. 3 قالوا مستحيل، واحده بس قالت ايه المشكله لما يقول لي كده، بالعكس ده هو دايما عايز يطورني، عايز يشوفني دايما جميله. احنا بقى عايز اقول للمراه رساله سريعه كده، بس انت ما رديتش برده على سؤالي اللي هو لو الزوجه هي اللي طلبت من الزوج انه يروح يعمل عمليه تجميل هيرضى؟ انت اعملي احصائيه، بتساليني انا كعمر مش كدكتور؟ لا كدكتور عمرو وكرجل. كرجل اوافق، كمتخصص اقول للرجاله وافقوا جدا. ليه؟ لان هي بتحبك، عايزه تشوفك دايما جميل. ما هي بدل ممكن تقول لك بكرشك وبقرفك، وبدل ما تقول لك قوم خد شاور واعمل وسوي وتعدل فيك، ممكن تسيبك زي ما انت كده، سوري يعني، بالقرف ده كله. وما هي بتتفرج على افلام ومسلسلات، ما هي بتشوف زميلها في الشغل قد ايه شيك وحلو، ما هي بتشوف كذا وكذا وكذا، ما تفتنهاش بالناس بره. وانت نفس الموضوع كزوجه، ما تفتنيهوش، هو عايز عمليه تجميل طالما حلال وطالما مش هتاثر في صحتك. وتقبلي ذاتك اولا، انت لما تكوني متقبله نفسك، في مناخيرك كبيره شويه جميله انا متقبلاها، تخينه جدا متقبلاها، بس ما فيش مشكله ان احنا يبقى عندنا اراده نعمل دايت، ان بعد الحمل والولاده بقى شكل البطن متعب بالنسبه للمراه اللي كانت بتبص تلاقي شكلها جميل، دلوقتي هي نفسها مش متقبله ده. على فكرة 90% من الستات، والإحصائية دي أظن إنها صحيحة جدا، هي اللي بتطلب تعمل عملية تجميل وتقول له نعمل جمعية وحوش فلوس، عايز أنفخ شفايفي، عايز أعمل بطني بعد الحمل والولادة، عايز أعمل كذا كذا كذا، بدليل إن أكتر ما شاء الله ربنا يبارك لهم أكتر دكاترة شغالين في مصر وفي لبنان وفي دول أوروبا كمان على الشرقيات أو على العربيات، المرأة العربية هم دكاترة التجميل. طب كل دول هل الازواج طلبوا منهم؟ لو طلبوا وراحوا يبقى احنا متفقين اهو كويس، لو ما طلبوش يبقى المراه هي اكثر اقبالا واقداما على عمل عمليه التجميل. ده الواقع. مدام رنا مساء الخير. مساء النور. اهلا بيكي. مدام رنا صح؟ ايوه. جوزك طلب منك عمليه تجميل ولا لا؟ ولا انت اللي طلبتي منه؟ عمر عجباني جدا ما شاء الله يعني. ميرسي. بس لا هو ما طلبش مني بصراحه، بالعكس انا اللي كان نفسي اعمل العمليه بصراحه، بس هو خاف عليا يعني، قال لي لا ما انا هو اللي مرضيش وعايزك كده.
بالعكس بقى، انا لو حسيت ان هو عايزني اجدد واخلي نفسي افضل انا ما عنديش مشكله. ده يعني اولا واخيرا انا مراته، لازم يشوفني في احلى صوره. والعكس برضو، يعني انا لو شفته مثلا زي ما هو بيقول مليان او تخين او حاجه، لا ما فيهاش حاجه برضو ان انا اقول له مثلا لا انا عايزك تشفط بصمك، عايزك تعمل حاجه. لان في الاخر احنا الاثنين بعض. قلتي له يا مدام رنا؟ ايه قلتي له؟ اه بكده. رضي طيب؟ اه والله كان عنده استعداد، بس برضو انا بصراحه خفت عليه. يعني انت عارفه البنج ما شاء الله هنا عندنا الناس بتروح فيها بسرعه. يعني دي حالات استثنائيه برضو مش عايزين نتكلم فيها، احنا يعني بنشجع الصناعه الوطنيه. بشكرك جدا يا مدام رنا. معانا تليفون تاني. استاذ شريف مساء الخير. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. متزوج يا استاذ شريف؟ لا حضرتك مش متزوج. 42 سنه. مضرب عن الزواج شويه. ما اتجوزتش. اه يا فندم. مضرب اصلا عن الزواج ليه بقى؟ يعني الاسباب، القوانين اللي منحازه للمراه والحاجات ديت، مش عايزه اخش في التفاصيل دي حضرتك يعني. ترضى تتجوز واحده عامله عمليه تجميل يا استاذ شريف؟ لا انا مش عايز ابص لها بالمنطق بتاع الاستاذ جانيت، لان هو مش عايز تبص لها اصلا بالمنطق ده، اذا كانت هي جميله ولا مش جميله. هي بص حضرتك، هي منطقه عنصري في التعامل مع الراجل، هي اصلا عدوه للرجل المصري بطريقه الحوار بتاعتها. هو حضرتك المفهوم ان انا من حقي اتكلم مع مراتي لو في حاجه بتضايقني، لو في حاجه فيها راي، ده من حقي، وده من حقي، يعني ده من حقها. مفيش حاجه اسمها امر لده ولا امر لده. العلاقه الزوجيه علاقه تحتمل كل وجهات النظر، انما فكره ان هي تاخدها ان انا بديها امر للمراه عشان كرامه المراه وحقوق المراه، الكلام ده غير حقيقي وغير منطقي. ليه؟ كان معانا استاذ احمد في بدايه الحلقه وكان بيقول لو ما عملتش العمليه هتجوز عليها الثانيه والثالثه والرابعه. انا ربنا مشرع لي اربعه. دي اراء شخصيه، بس كل راجل مختلف عن الثاني، كل مراه مختلف عن الثانيه. لو مراتك قالت لك تعمل عمليه تجميل هتوافق؟ روح ازرع شعر، روح اشفط بطنك. الشكل خاص بالبني ادم، الشكل ملك للبني ادم. انا يعني ما حدش يقدر يقول لي اقطع ايدك مثلا عشان انا عايزك تقطع ايدك، ده هتبقى احسن لو انت قطعت ايدك، الكلام ده غير حقيقي. لكن لو انا شايف ان انا شكلي محتاج حاجه هعملها. لكن ممكن لياقتي تتحسن، ممكن حاجات ثانيه تتحسن، وطالما انا من جوه بني ادم كويس، هي متقبلاني كشخص وكاخلاق وكوضع، ماشي مفيش مشكله. لكن الوضع، فكره ان احنا ناخدها بالطريقه ديت، ان هي لا مش من حق الراجل يقول لها كذا، مش من حقك، مش من حقه كذا. امال الحياه الزوجيه معموله ليه؟ الحياه الزوجيه معموله ان هي كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ومفيش اي حقوق للطرف الثاني على الطرف ده. هي من حق تقول، من حقها تقول ان شكلك فيه حاجه، لو انت ابص انا في شكلي لو لقيت فيه حاجه انا فعلا شايف انها مش كويسه، ماشي مش مشكله. لكن المساله مش مساله اجبار. ما ينفعش مساله الاجبار، ما ينفعش فيها الكلام ده. ولا ليه علاقه لا بالطلاق ولا بالخلع ولا اسيبها ولا والقصه دي، ولا نخش بقى في منطلق حقوق المراه وحقوق الراجل والكلام ده. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف، وبرضو الكلام موجه ليكي، انت عدوه للراجل. يعني كل ده على فكره عشان جانيت يعني رفضت ان الراجل يطلب من مراته. على فكره هو قال نفس اللي انا قلته. اه هو قال نصا انه والست لو ما ينفعش تطلب من جوزها. هو قال انه لو انت شايفه انك محتاجه روحي اعملي، لكن ما ينفعش حد يامرك، لانه كانه بيقول لك روحي اقطعي ايدك. مش هو ده اللي قاله؟ اه تمام. ولا انا لا 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 مش قصده كده. هو بيقول لو حد قال لي لا انا ماليش دعوه بال، هو عايز الموضوع يطلع من جوه. انا مش قصده نص الكلام اللي قاله. طب دكتور انا من ساعه الحلقه مش عارفه اكمل الجمله على بعضها. قلت كلمه بالظبط. لا هو قال كده بالظبط ولا قال لو حد قال لي اروح اقطع ايدي شكلك كده اكيد مش هيبقى الشيء ضر، يعني حاجه مش هتنفعني، لكن لو حاجه تنفعني انا كده كده اللي هروح اعملها. وهو قال من نفسه برضه بالظبط. اه جانيت بقى اتفضلي. مش اتكلم خالص. لا اتفضلي. اقوم ولا لو قالوا اروح ولا لا قولي اتفضلي سامعينك. الشخص قال نصا انه لو انا شايف ان من مصلحتي اروح اعمل اللي انا عايزه. وجه لي كلام بشكل مباشر ان انا عدوه للرجل. انا يعني عدوه للرجل في ايه؟ فين العداء؟ انا عندي اب واخ وزوج والثلاثه اغلى عندي من بعض في الدنيا، ففين عدائي للرجل؟ هل لما اقول لسيادتك انه مش من حقك تامرني وتحطني في خانه اليك يا تروحي تقطعي جزء من بطنك وتشفطي ما اعرفش ايه وتنفخي شفايفك هطلقك، يبقى ده مش امر؟ ولا ده مش يعني فين هنا حريتي في الاختيار؟ انا شايفه انه من حقي اختار، انا شايفه انه من حقي انا اللي اقول
من اعمل حواجبي، اعمل ايه في جسمي يعني، اعمل حواجبي لفوق ولا لتحت، انا اقص شعري طويل ولا قصير. يعني في راي تاني بيقول لك جوزك بينبهك، مش عيب يعني، انا عايزك اشوف بينبهني الجميلة. احنا بنتكلم على واقعه بعينها اللي اتكلمتي عنها يا دينا، في حد يعرف انه اتقال لها، انا تابعت الموقف ده وشفت كل ردود الافعال بتاع الستات عليه، انه جوزي بيقول لي انه شكلي احلى منه، ولو ما رحتش عملت عمليه تجميلها. في ستات كانت موافقه، بس فكره انه انقذي نفسك من الطلاق، ما هو حاططني في خانه اليك، اروح اعمل عمليه تجميل ولا اتطلق. ففكره انه لا، انا حد يفرض عليا قرار وحاجه تخص جسمي انا اللي هو قبله بالشكل ده من قبل ما يجي يرتبط بيا، انا شايفه انه مش من حقه. حد على فكره هتبقي اجمل لو عملتي كذا، انا لو شايفه هروح اعمل، لو انا مش مقرره انا حره. تمام، كلمه حريتي وقرارك. نفس اللي اعترضت عليا استاذه غنيت في الاول هي اللي بتقوله اللي انا قلته في الاخر، اللي هو ايه الاسلوب، يفرض عليا لا، يحطني في خانه الياك لا، لكن اخر كلام استاذه غنيت قالت ايه، لكن لما يقول لي ها صح حضرتك قلت ايه، لو يطلب قال... طب ده اللي انا بقوله، يبقى بشكل مباشر مش بطريقه البونبونيه. طب ما احنا بنقول اهو بشكل مباشر بيطلب بس مش بيؤمر. حضرتك فرقتي ما بين الطلب والامر، هو بيطلب منها ولا انا عايز الجميله حضرتك، ده كان قصد حضرتك في الكلام، لكن ما يأمرش يقول لها لو ما عملتيش هطلقك. اوكي انا متفق معاكي، يتلطف جدا لانها مراه انثى جميله، حتى لو شكلها مش جميله انا انثى جميله بطريقه محترمه، هتظل يعني الجدل مش هينتهي ابدا ما بين الراجل والمراه. مفيش جدل ولا حاجه، انا عايز اقول استاذه جنيت في الاخر هي نفس النقطه اللي انا قلتها في الاول. لا انا الاسلوب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو عادل خبير التنميه البشريه، وبشكرك طبعا جانيت عبد العليم باحثه والناشطه النسويه، طبعا بشكرك شكرا جزيلا. وتعالوا نروح نشوف تقرير عن ست كده يعني عندها مزاج عالي راقي، ست كبيره في السن قررت انها تنفصل عن عالم اليابسه والارض وتروح تعيش داخل عوامه. قلنا احنا كمان هو العيشه داخل العوامه دي شكلها عامل ازاي، انها تفضل عايشه كده وحواليها يعني محيط من المياه في كل الاتجاهات، شيء مختلف هنتعرف عليه في تقريرنا. كمان بعد التقرير هتكون منورانا الدكتوره مي سعد، استشاري اطفال واستشاري دولي في الرضاعه الطبيعية، يعني تخصص أول مرة نسمع عنه في مصر، فحبينا كمان نحن نكلمها في هذا الموضوع ونفتح أيضا باب النقاش، بس بعد ما نشوف التقرير. إخلاص حلمي، خريجة المردويه، أنا أصلا مولودة في عوام، اتولدت في عوامة أنا وأخواتي، فعشنا كل حياتنا في العوامة. بصحى الصبح طبعا صلي الفجر، بيجي جنين يوكل القطط والكلاب وبيرش الجنينة، وبعدين بيمشي، أنا بتيجي الشغالة تجهز لي الفطار بتاعي، بفطر، وبعدين إذا في حاجة في التلفزيون عايزة أتفرج عليها بتفرج. وبحب دايما انا اطلع في الجنينه اولي الزرع بنفسي لاني انا بحب الزرع. اختلف من ايام ما اتعمل السد العالي، يعني قبل السد العالي كان النيل بيوصل تقريبا قرب الشارع، يعني ما كانش فيه الجناين دي، كانت جنينه صغيره قوي، ما كانش جنينه كبيره كده. وكنا طبعا ايام الفيضان بنبقى احنا والشارع واحد. كل حياتي في العوامه، حتى ما بسافرش اصيف في حته، يعني بالعافيه لما اخواتي ياخدوني لمده يومين ثلاث ايام مثلا الساحل الشمالي وارجع على طول، ما بقدرش اسيب العوامه، تعودت خلاص اني اقعد فيها. انا بحب الزرع قوي وبحب اشتغل فيه، يعني اقعد اولد حاجات، اعقل حاجات، بقعد اتعاون مع الجنايني. انا بحب الحياه وبحب اعيش يعني، وبحب المرح، ماليش في الحزن ولا الاكتئاب ولا الحاجات دي، فحياتي كلها على الطبيعه. We'll be right back.
بما ان احنا في الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه اللي طبعا من اهم الحاجات لصحه الطفل، كلنا عارفين انها مهمه، بس مهمه ليه؟ يعني احنا بنسمع مهمه ليه لكن ما بنركزش فيها قوي. في بعض السيدات بيخافوا على شكل الصدر بعد الرضاعه، شكله ما بيبقاش حلو عشان كده ما بيرضعوش. وفي ستات اخرى يعني اللبن في صدرها بيبقى قليل ما بيكفيش البيبي، وما بتسعاش ان خلاص بقى انا هعمل ايه ما هو ده، فبتلجأ سريعا الى الرضاعة الصناعي. علشان كده احنا واحنا في اسبوع الرضاعة الطبيعية شرفانا النهاردة الدكتورة مي سعد، استشاري اطفال واستشاري دولي رضاعة طبيعية. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اولا استشاري دولي رضاعة طبيعية، يعني احنا اول مرة نسمع المصطلح كده كله على بعضه، هو ده سببه عايزين نفهمه يعني. هو ده سببه حاجتين. اول حاجة ان احنا تقرير اليونيسيف وتقرير منظمة يعني الصحة المصرية على 2014 ان الرضاعة الطبيعية قلت، اقل اللي بترضع الستات اللي بترضع حصري اول 6 شهور تقريبا اقل من 10%، فدي نسبة قليلة جدا جدا. دي نسبة دولية ده على مستوى العالم، وفي اليونيسيف بتعمل احصائيات منظمه الصحه العالميه على مستوى العالم كله، برضو كلنا بتتراوح في نفس النسبه من 20 ل 30% واقل في بلاد مختلفه. طبعا ده عامل مشكله. طب قالوا الاسباب ايه؟ هجمه الالبان الصناعيه والدعايه للالبان دي، وانها خلى ان الفطره اللي هي العكس، ان احنا المفروض الطبيعي ان الست تولد طبيعي وترضع طبيعي، ده الطبيعي. مع الاعلان اللي بيشوش على الام، والثقافة اللي كان بقالها كذا سنة بتتربى، خلت تفتكر من أول الصورة اللي بتبقى كانت مرسومة على اللبن الصناعي صورة طفل بيضحك وتخين، فأنت هتحسي طبيعي إن هو ده الصحة، هو ده اللي هيديله القلبزة، هو ده اللي هيديله شوية الفيتامينات والمقويات. ده في أمهات بيبقى لبنها كويس ومع ذلك بتدي تقول رضعة عشان تسند مع لبنها، يعني ده كان ما عندهاش أي مشكلة في اللبن. فنتيجة هذا الخلل اللي هو إن الألبان الصناعية تضخمت وان اللبن الطبيعي بقى بينقرض، فاتوجد هذا المسمى. لان للاسف برضو مثلا احنا عندنا في مصر دكاتره الاطفال مش بيتم تدريبهم او ما بياخدوش موضوع الرضاعه الطبيعيه ده اثناء الدراسه، لا في كليه الطب ولا في اثناء انك بتقدمي ماجستير او دكتوراه طب الاطفال، مفيش. فبالتالي ان بيجي الام تيجي للدكتور، انا حاسه لبني كفايه او مش كفايه، فيلاقي الوزن قل حاجة بسيطة، يوم كاتب اللبن الصناعي. هو بيبقى فاكر ان هو كده بيديها احسن حاجة، لان هو برضو تم التشويش على الدكاترة الاطفال. تم التشويش عليهم بقبل برضو نفس الشركات الالبان. لان للاسف ازاي بقى؟ خلينا نقول شركات الالبان الصناعية يعني تاني تجارة في العالم بعد تجارة الاسلحة. شوفي حجم هذه التجارة، فلازم بتدافع عن بقائها الى اقصى درجة. من اول هديك امثله من ضمن التشويش، دايما نقول ايه، مش احنا بنقول لبن الام احسن من اللبن الصناعي؟ الجمله دي تديكي حق بايه؟ ان اللبن الصناعي ده كويس بس اللبن الام احسن منه. لا، هو اللبن الصناعي ليه اضرار كتيره، حاولوا يقلدوا صناعيا بس شكل اللبن الام، وما عرفوش طبعا يوصلوا على الخصائص اللي فيها المناعه ولا البروتينات اللي بتبقى فيه ولا الامتصاص للكالسيوم ولا للحديد. مع اخذ بقى السايد افكتس، يعني الرضاعه الفورميلا او الالبان الصناعيه ده عقار المفروض ما يستخدمش الا في اضيق الحدود، ولازم يبقى فيه ريستريكشنز وقوانين جامده وصارمه لصرف الالبان. وتيجي المصيبه الثانيه بقى، يعني تيجي مثلا حاليا ما بقتش بس الست المقتدره اللي عندها ماديات اللي بس عايز تدي الصناعي، تلاقي الست الغلبانه تيجي مستشفى بوريش اي مستشفى حكوميه تيجي وبتتخانق، واقفه طابور عايزه اللبن الصناعي. ليه؟ هي خلاص ما هي مقتنعه ان لو عندها توأم او تريبليت او حتى معاها طفل واحد هي مش كفايه، هي لازم حاجه تسند معاها عشان هي عندها سوء تغذيه، فلازم حاجه تسند معاها، وتقف صف طابور عايزه اللبن. ليه يا ماما عايزه اللبن؟ يعني تلاقي فعليا اللي محتاجين اللبن اقل من 1%. فهو الموضوع الرضاعه الطبيعيه انها بتنقرض دي خلى حقوق الانسان وحقوق الطفل واليونيسيف ايجيبت ومنظمه
الصحة العالمية، كل الحاجات دي لا بتناشد، وعملوا أسبوع للرضاعة الطبيعية. لا يعني خلوا بالكوا في علامة خطر، احنا كده الرضاعة كده بتنقرض، يعني هيجي كمان كام سنة يقول لها انت ايه ده بترضعي، هتقول عملتي كده ازاي يعني. يعني بقت الحاجات الطبيعية زي دلوقتي تلاقي الولادات القيصرية، محتاجين كمان الدولة يعني وزارة الصحة تبدأ بالظبط تنوه لده، بداية من الدكاترة الأطباء بالظبط، وصولا الى الام نفسها. برافو بالظبط، هو فعلا كده من اول الدكتور يتعمل له توعيه وتريننج كورسز، بلس ان في المستشفيات الحكوميه لا يتم صرف الالبان الصناعيه كده. كنا لسه بنناقش على فكره امبارح قانون الخدمه المدنيه، وهيدوا 4 شهور بحالهم للام يعني بعد الولاده، وممكن يعني تقسمهم ممكن قبل الولاده بشهرين يعني حسب ما هي عايزاها، بس الفكره في 4 شهور. ما هي ودي برضو 4 شهور اقل من المفترض يحصل عليه الابن او الطفل في او الرضيع بقى في الرعايه المتكامله، يعني من المفترض كان على الاقل يبقى 6 شهور بالزبط. زي ما كلامك بيقول يعني هي منظمه الصحه العالميه قايله ان رضاعه طبيعيه حصريه اول 6 شهور. طب هي لما الام تنزل بعد 4 من 4 ل 6 هتاكل ايه؟ فهتضطر تدخل حاجه، فده ضد حقوق الطفل، فده المفروض ان من الحقوق المدنيه انها لا يبقى فعلا الاجازه تبقى طيب. احنا معانا استاذه نهله، مساء الخير يا استاذه نهله. انا بس كنت عايزه اسال الدكتوره حاجه دلوقتي. اتفضلي. انا ابني عنده 1 سنة و6 شهور وانا بصراحه عايزه افطمه، فلان انا حاسه ان يعني الاكل بتاعه قل يعني قل جدا، باكله بالعافيه، فهل الرضاعه بالنسبه لي لو انا كملت له فيها افضل مع الاكل ان الاكل قليل جدا، ولا هل اكم يعني اوقف ارضعه وافطم ويبقى كده كويس؟ حاضر يا استاذه. هو فعلا في اعتقاد شائع انا هفطم عشان ابني ياكل، دي مع حاجه مشهوره جدا. خلينا نقول ان انت كل ما بتزودي المفترض الطفل الرضيع يحصل قد ايه بالظبط علشان يعني بنيانه يبقى يعني الولد زي ما احنا بنقول كده يبقى ماسك نفسه، يبقى مناعته كويسه، تبقى صحته كويسه امتى؟ كل ما اطول كل ما يبقى احسن. ثقافتنا الدينيه وثقافتنا المجتمعيه بتقول لحد سن 2 وثقافتنا الدينيه في عايزه اقول ان في بلاد في افريقيا لحد 7 سنين، فيعني وهي بقى كمان من حكمه ربنا في لبن الام. دلوقتي احنا مش اللبن الوان الالبان الصناعيه انواع، لو لبن ناقص النمو ليه فورميلا معينه، فاول 6 شهور نوع بتبقى 1، ثاني 6 شهور 2، ثالث 6 شهور بتبقى 3. من عند ربنا مكونات لبن الام بتتغير حسب عمر الطفل، لو هي والدته قبل ميعاده بيبقى السعرات فيه مختلفه عن لو هو اول 6 شهور لحد بعد سنه، لان في امهات تقول لي لا ده ما هو مش هيستفيد حاجه من اللبن ده ميه، لا بيستفيدوا كل الفايده، وربنا مظبط السعرات بتاعته حسب سنه حسب وزنه، يعني حاجه كده الهيه ما بين الام وما بين الطفل. بالنسبه بقى ان هو ما بياكلش، هو ما بياكلش عشان دي عادات غذائيه مش متعود عليها، يعني انت محتاجه ان انت تغيري له تنوعي له في طريقه الاكل اللي بياكلها، تعملي ميكسينج وحاجات تخلطي حاجات ما كنتيش بتعمليها. لو مثلا ما بيحبش البيض مثلا مش لازم بيض، ممكن ياكل زبادي، ما تصريش معاه على حاجه معينه، ممكن ياكل رز بلبن، يعني ممكن ياخد الكالسيوم من حاجات مختلفه. اهميه الاكل مع الرضاعه ايه؟ يعني لو هو ما اكلش خالص وهو 1 سنة و6 شهور سنه وست شهور وما اكلش خالص، يعني اخاف اقلق يا نهار ابيض ده ما اكلش، انا لازم اكله اوقف بقى رضاعه شويه واكمل اكل شويه عشان يرجع ياكل تاني، لان لا ده في بيحصل. المفروض هو المفروض ان من اول 6 شهور نبتدي عمليه الاكل، لان لبن الام بيكون غير كافي بعد 6 شهور، وده اسمه فطام التدريجي اللي هو من اول 6 شهور نبتدي ندخل الاكل. لبن الام غني بكل حاجه ما عدا فيتامين د، وده اللي بنديه كفيتامين من عمر 2 شهر لحد 1.5 سنة، والحديد بيكفي لحد 6 شهور بس، فبعد 6 شهور لازم الطفل ياكله من اكل، فينفعش ان طفل يجي معتمد على لبن الام بس، لا كده هيعاني من انيميا، ممكن هيعاني من لين عظام، لا ما ينفعش تماما يعتمد عليه، لازم يبقى فيه دعم الاكل، والاكل ده بيبقى في الغالب نفسي على فكره، معظم الامهات بتبقى بتزعق بتشخط بتجري ورا الطفل عايزاه ياكل، بتبقى واخده الموضوع على اعصابها قوي، مع ان الاكل اصلا غريزه، يعني احنا لما بنكبر بنعمل ريجيم عشان نبطل ناكل. طيب مدام مروه معانا، مساء الخير يا مدام مروه. مساء النور، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام، سؤالك. انا عاوزه اسال الدكتوره، عندي طفله عندها 10 شهور وهي عندها نقص كالسيوم يعني جامد، فرحت للدكتور قال لي دي علق لها محاليل. عندها نقص كالسيوم؟ ايوه يا فندم، عندها نقص كالسيوم وهي ما بتاكلش حاجه خالص، ما بتقدرش تاكل حاجه خالص، لبن بس مني انا طبيعي.
رضاعة فقط يعني. ايوه، فعايز اسال الدكتور يعني اعمل لها ايه عشان تاكل يعني، ولا حاضر اديها ايه ولا؟ حاضر يا مدام مروى، اسمعي الاجابه من خلال التلفزيون. طيب انا بس عايزه اسال سؤال، هي عندها نقص كالسيوم، ايه موضوع المحاليل؟ بصي انا مش عارفه ايه، ممكن تكون دخلت في جفاف، مش عارفه ايه موضوع المحاليل. مفيش حاجه اصلا، هو في مجازا كمان في مشكله ثانيه اشاعه غلط. احنا ليه بنقول على الطفل ايه عنده نقص كالسيوم؟ هو لين العظام نتيجة نقص فيتامين دي، مش نقص الكالسيوم. كالسيوم لبن الأم ده لونه أبيض، هو كله كالسيوم. الفيتامين ده دوره، الفيتامين دال ده دوره إيه؟ هو اللي بياخد الكالسيوم من الدم يحطه في العظم بالظبط كده. فإحنا أصلا اللبن مش مفيش مشكلة في الكالسيوم، ده غني بالكالسيوم، لكن في نقص في الفيتامين دي. فعشان كده دايما الاطفال اللي بتعتمد على الرضاعه الطبيعيه بس بدون اكل بيجي لها لين عظام نتيجه نقص فيتامين دي. بس هو مجازا الامهات والدكاتره عشان يفهموا الامهات بيقولوا له عليه نقص كالسيوم، بس هو ما فيش علاقه ما بين الكالسيوم والفيتامين ولا المحاليل ولا المحاليل. هو ممكن يكون كان دخل بقى في جفاف او كده من قله الاكل فبيعلقوا محاليل. طيب هي 10 شهور وما بتاكلش خالص، يعني متوقفه خالص عن الاكل وبترضع بس، تعمل ايه؟ هو زي ما انا قلت انها اول حاجه في طريقه بتجيب نتيجه مع ناس كتير قوي حتى في كل المراحل العمريه، كل ساعه تعرض عليه الاكل، مش مهم ياكل منه قد ايه، المهم ياكل اي حاجه. الطريقه دي بتخلي هرمونات الهضم شغاله طول اليوم. تاني حاجه ان احنا ندي الحاجات المسكره في اول اليوم، سكر طبيعي يعني. بس 10 شهور قبل سن السنة. أيوة. مش لا. ممنوع يدخل له سكريات؟ لا سكريات، أنا بقول سكر طبيعي يعني سكر الفاكهة. أوكي. يعني ياكل موزة، ياكل تفاحة، الحاجات اللي هي الغنية الكاربس بصفة عامة، أي حاجة نشويات، لسان عصفور، الحاجات اللي فيها نشويات لما بياخدها الطفل الصبح بترفع الأنسولين. الانسولين يقوم موطي السكر، فالطفل يحس بالجوع، لما السكر بيوطى بيحس بالجوع فهيطلب الاكل تاني على طول. فدي اكتر طريقه ان في كل اكله تدخلي حاجه مسكره سن سكر طبيعي. طبعا هو ممنوع اصلا السكر خالص اصلا، يعني المفروض السكر ده من حاجات السم الابيض يعني. العسل الابيض ممكن ولا ممكن ممنوع؟ بعد سنه. العسل الابيض بعد ممكن سنة. ممكن بعد سن سنه. لكن ممكن بلح، ممكن اي نوع من انواع الفاكهه، كانت مثلا بطيخ، كانتالوب، اي نوع من انواع الفاكهه ده كل ما هتدي منه شويه هيحفز انزيمات الهضم ويخلي الطفل عايز يقبل على الاكل. بلس اهم حاجه انها ما تجريش وراه ولا تزعق ولا تستخدم العنف خالص. لا احنا عندنا يعني بنشوف حاجات رائعه بصراحه، الام يا عيني بتمسك الولد تثبته قدامها وهتفتح بقك يعني. هتفتح بقك وتبدا تشتغل عليه. طيب انا عايز اعرف 6 شهور كام وجبه، 7 شهور كام وجبه في اليوم، بعيد عن الرضاعه عشان كمان الرضاعه قد ايه محتاج منها، جسمه بيحتاج قد ايه من الرضاعه، كام ملي يعني، و7 شهور و8 شهور. لا يعني ناخدها بالتدريج. طيب هو من اول 6 شهور كده وكده الرضاعه حسب الرغبه. وقت ما يطلب ويكون جعان الكلوز بتاعت ان هو عايز يرضع هتديله، ويفضل طبعا الرضاعه بالليل بعد 6 شهور، ما نفطمش رضاعه بالليل لان هي دي اللي هتحافظ على استمراريه ادرار اللبن بالظبط كده. اما بقى بالنسبه للاكل عندك اول 6 شهور، انا هسالك في النقطه دي تحديدا، كل ما يعني يطلب رضاعه اديله، لان في دكاتره بيقول لا اعمليها بجدول، بنظام بجدول، بجدول. كل 3 ساعات او ساعتين ونص رضعيه، مش كل ما يطلب. اللخبطه دي هي بصي أيوة. لا طب ثاني اخد الاول التليفون ونرد عليها بعدين. الو مساء الخير امل، مدام امل. ايوه يا فندم معاك. اتفضلي يا فندم سؤالك. معاك لو سمحت عايزه اكلم الدكتوره. معاكي الدكتور اتفضلي. ماشي لو سمحت يا دكتورة، لو سمحت عايز أسألك يا دكتورة، أنا ابني شهرين وعنده إمساك النهاردة لي 9 أيام. عنده إمساك؟ أعمل معاه إيه؟ 9 أيام. وهو بيرضع طبيعي ولا صناعي؟ لا طبيعي. وعنده غازات أو انتفاخات؟ عنده إيه؟ غازات أو انتفاخات؟ طبعاً ده بقاله 9 أيام يعني عنده امساك، لازم يكون عنده انتباه. هقول لك دي. طيب حاضر يا مدام امل، خلاص اسمعي الاجابه من دكتور مي من خلال التلفزيون. 9 ايام الام تستنى قد ايه يعني وتعرضه على الطبيب؟ 9 ايام يعني. هقول لك بصي، هو في معلومه رهيبه الناس كتير ما تعرفهاش، الطفل اللي بيرضع طبيعي من غير اي لبن صناعي ممكن يقعد لحد اسبوع من غير ما يعمل تبرز، ونعتبر ده طبيعي وما تقلقش خالص الام، بس على شرط
عشرت ايه؟ اول حاجه ان البراز لما بتلاقيه بينزل ما تلاقوهوش بينزل متحجر، يعني بينزل نازل سوفت. ده اكبر دليل ده ما كانش امساك، لان هو لبن الام سهل الهضم وخفيف، فما بيعملش بلك، فمش فدايما بيعمل اللي هو الناس بتترجمه امساك. فيبقى قلنا يقعد لحد اسبوع، بس على شرط ان ما يبقاش فيه البراز نفسه ما بينزلش متحجر، بينزل مفروش. تاني حاجه ما يبقاش فيه غازات، الطفل ما تلاقيش بطنه منتفخه وعنده غازات ومتقريف طول الوقت، لا ساعتها ممكن اقول اه فعلا هو تعبان من الامساك ده. ولا ان يكون في ترجيع تبدا تتدخل، اه تستشير الطبيب بقى، تروح تكشف وتستشير الطبيب يشوف احنا وزن نورمال، لان ممكن يكون ساعتها مبادئ انسداد معوي، لان الامساك اللي فتره طويله مع ترجيع تستخدم ملينات الاول، لو ما عملش ممكن تروح عشان بالظبط. لو ما قدرش يتخطى مرحله الامساك ساعتها ممكن تروح لدكتور. طب احنا معانا استاذه نجوى. مدام نجوى مساء الخير. مدام نجوى مساء الخير. أيوة. اتفضلي. أيوة. اسمعيني والنبي من من التليفون ارجوكم. انا والله انا لاغيه خالص التلفزيون. طيب حلو جدا. ايوه اتفضلي سؤالك. السؤال يا ستي، انا حفيدتي عندها سنتين رافضه انها تاكل اي حاجه غير المواد النشويه زي رز بسكويت. طبعا ده قلقنا جدا. وبعدين هل دلوقتي هي تعرضت لوعكة صحية؟ يا ترى ممكن نفطمها دلوقتي ولا نستنى كمان شوية على البنت ما تشد حيلها؟ ويا ترى نعمل ايه؟ ده مشكلة حكاية الاكل دي بالنسبة لنا طبعا. طب أيوة. انا بشكرك جدا وتحياتي بصراحه لكل الامهات وانا امهاتنا طبعا نوم مستحملنا يعني وجده اه لا وجده وشوفي هي قد ايه يعني حريصة. كير وحريصه ان هي يعني بترعى بنت بنتها او بنت ابنها ايا ما كان. انا بشكرك جدا استاذه نجوى. طيب احنا معانا ام ملك كمان مساء الخير. طيب ام ملك معلش حاولي تتصلي بينا مره ثانيه. طيب سنتين يعني عندها يعني تعبت او عندها وعكه صحيه، تفطمها ولا تستنى عليها شويه؟ هي كده وكده خلاص يعني من جاستيفايد او من حقها خلاص انها تفطم، بس تستنى لحد ما الطفل وقت وهو عيان بيبقى رافض جميع انواع الاكل. ودي برده من حاجه من عند ربنا، بيقبل بس صدر مامته، فنخليه لحد ما يتعدى المرحله دي، لانها كمان بتعمل ازمه نفسيه عند الطفل وبيبقى متضايق نفسيا، فاستنى لحد ما يعدي الفتره دي وبعد كده تفطمه. طيب هي رافضه تاكل اي حاجه غير النشويات فقط لا غير. ما هو ده الكريفنج اللي احنا بنقول لها، هي الطريقه اللي انا قلتها، هي بتاخد دايما نشويات، فالنشويات تجر النشويات. طبعا لا لازم تبقى ترشد، لان ده يسمى نوع من انواع سوء التغذيه. فالمطلوب للطفل ده اول حاجه ان يتقاس وزنه. ترغبها ازاي في الحاجات التانية؟ هنقول دلوقتي. طب هنقولها بعد ما ناخد اتصال. ايه مساء الخير. ايه مساء النور. اتفضلي يا مدام ايه سؤالك. لو سمحتي، انا بنتي عندها 4 شهور الا اسبوع، ما بتعملش حمام لوحدها خالص، لازم اديها البوسه. رحت الدكتور قال لي كل يومين الثالث يوم اديها البوسه الجلسين. فانا عايزه اعرف كده غلط ولا انا استنى عليها ولا اعمل ايه؟ هو بس البراز بتاعها بينزل مفروش ولا بينزل متحجر؟ ما انا بديها البوسه فبتبقى نازله كويس، نازله عادي يعني، نازله سايل عادي مش محجر. طب ولو ما اديتيش لبوسه بينزل ايه؟ لا ما بينزلش. ما بستنيش، ما يعني على طول بديها البوسه. ايه؟ ما بينزلش خالص صح؟ امساك يعني. ما هو الدكتور قال لي كل يومين لازم تديها البوسه. كل يومين لازم تديها البوسه. انت ما بتعملش براز لوحدها خالص من ساعه ما اتولدت؟ ما عملتش اي براز يعني لوحدها؟ اول بس ما اتولد اول يومين كانت بتعمل براز، هو بيقول لك على البطن. حاضر حاضر يا مدام ايه. طيب ام زياد معانا كمان على التليفون. مساء الخير يا ام زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالك. شكرا جدا ان الاتصال بيكم يعني سهل قوي زي عن اي قناه ثانيه. طب الحمد لله. تدوني فرصه ان انا اتكلم. خلاص كل فرصه طبعا. انا دلوقتي عايزه اقول لك على السؤال الاولاني اللي انتوا كنتوا بتقولوه، على انك لو جوزك عايزه تعملي عمليات تجميل في الفقره ماشي. الفقره الاولى اتفضلي. الفقره الاولى خلاص، دي اول حاجه. دي يا بنتي يا حبيبتي، عندك فكره العمليات التجميل دي بكام؟ عمر ما في راجل يقدر. روحي اعملي عمليه تجميل، دي اهم حاجه. لانه بس في ناس عندهم مقدره لده. مهما يكون عنده مقدره هيبقى برضه هيقول لها لا انت اللي تروحي.
ولا ايه رايك؟ الراجل اللي برضه اتكلم وقال لك ايه، انا ممكن اتجوز اربعه بدل ما اتجوزها ما اعرفش ايه والكلام اللي هو فيه. صحيح. دي حاجه حتى الازهر ما بيحاولش يلفت نظرهم ليها. الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن تقولوا لي يا جماعه اتجوز على مراته وام ولاده؟ حتى كانت مخلفه الصبيان وكانت كل حاجه، اتجوز بعد ما هي توفت كام اولاده. دي اول حاجه، يا ريتنا يا ازهر ويا بتوع الازهر تتكلموا في الحكايه دي. تاني حاجه، لو كان على الدكاتره ونظام الدكاتره الايام دي انتوا اكيد ما جربتوش، بيعملوا ايه وبياخدوا فلوس شكلها ايه، فمش اي انسانه تقدر تروح تقول لهم والنبي تعالوا. اقل حد عن طريق الحكومه انا حاولت اعملها، اني حتى رجلي مش قادره امشي بيها، رحت اعملها لقيتهم للاسف وبالدور 15,000 اللي هي طبعا بتاخد مبالغ كبيره. طيب طيب ليه، هل ليكي اي مداخله؟ بكل تاكيد يعني مداخلتك في الفقره الاولى يعني سمعناها، ليكي اي سؤال يا مزياد؟ اولى خلاص في الفقره الثانيه وبتقولوا الرضاعه، عندكم فكره للامهات الجداد ان الرضاعه دي، ان الرضاعه دي بتخسسك 10 كيلو؟ دي ما بتقولهالهاش ليه يا دكتوره؟ ليه ما بتقولهالش ان في جسم الانسانه 10 كيلو بيزيدوا لما بتبقى حامل وهي للرضاعه؟ طيب الدكتوره هتجاوبنا. ماشي، اشكرك شكرا جزيلا يا ام زياد. ومعانا ام ادم، مساء الخير يا ام ادم. طيب نجاوب لحد ما طيب. وادم تحاول تتصل بينا مره تانية. طيب هنجاوب الاول حاجه، الاول بنتها عندها 4 شهور الى اسبوع وعندها امساك، وعندها امساك وراحت للدكتور قال لها كل يومين تدي لها لبوسه عشان طبعا الامساك ده لازم تعرض، لازم نشوف ايه سببه ولازم يتشخص لو فعلا امساك. في بعض الدكاتره على فكره بيقولوا ان اول 4 شهور الامساك عادي، معنى زي ما قلت لك كده، هو دلوقتي ممكن هنعتبره عادي للطفل اللي بيرضع طبيعي، بس على شرط ما يبقاش فيه غازات ولا ترجيع مستمر ولا يكون فيه انتفاخات. ما هو ايه، ما هقول لك على حاجه، ده في بعض الامهات بتلجا للرضاعه الصناعي عشان ما بتعملش غازات. لا، ده الرضاعه الصناعي دي بقى اكتر حاجه بتعمل غازات. بقى ايه من اسباب الامساك؟ في اسباب اكيوت يعني حاد، وفي امساك مزمن. امساك حاد مره واحده والطفل بطنه قد كده وترجيع مستمر، ده في الغالب انسداد معوي ولازم الطفل يروح يكشف فورا، تبقى بطنه زي البالونه كده. لكن الامساك المزمن ده اسبابه ايه؟ اشهر الاسباب ان الطفل بياخد لبن صناعي وهو معدته رافضه اعتراض على. انت بتقولي جمله مهمه جدا على فكره، لان في بعض الدكاتره في بعض الحالات المرضيه، دكاتره اطفال بيقولوا لا طب ناخد لبن صناعي علشان معده الطفل تبدا تظبط من الغازات. غلط خالص، غلط. فانت بتقولي العكس تماما. ايوه ده العكس تماما، ده هو لبن البروتينات بتاعت لبن الام خفيفه وسهله الهضم، اللبن الثاني البروتين هافي قوي، فحتى دايما البراز، حتى اي واحده عارفه بترضع حتى الاثنين، البراز بتاع طفل بيرضع صناعي ريحته نفاذه اكتر، مور بالكي يعني متماسك وقوامه اكتر من الطفل اللي بيرضع طبيعي. فالاسباب زي ما قلنا المزمنه، اول حاجه اللبن الصناعي والابيوز بتاع الاستخدام والطفل مش مستجيب ليه. تاني حاجه لازم بيتعمل تحليلات الغده الدرقيه، الغده الدرقيه لما بتبقى خامله بتعمل عند الطفل امساك، ساعات ما بتبانش اي اعراض غير الامساك، لان هو الطفل كده او كده خملان وبينام طول الوقت، فدي بتبقى علامه انذار لازم ننتبه ليها. تالت حاجه من اسباب الامساك بقى هو سبب بيبقى فيه العضلات بتاعه الاخر جزء في القولون قبل فتحة الشرج بتبقى قوي. مش قوية. فدي ساعتها بتتشخص بأشعة بالصبغة، واللي بيشخصها ويجزم فيها تبقى عين منظار وبياخدوا منه عينة. طبعا دي يعني علاجها جراحي، صعب قوي يعني، صعب قوي ان ام تدخل طفل صغير. لا ما ده ميرج يعني لازم، لانها الارتخاء بتاع عضلات القولون بيخلي البراز ممكن تلجأ لده لما تكبر شويه، 4 شهور اعتقد. لا هي وانس اتشخصت لازم تتعالج، عشان كده زي ما بقول لحضرتك، هي حد الدكتور كان بيقول لها ان خدي لبوس كل يومين، لا لازم نعرف سبب المشكله دي ايه، لازم نعمل فحوصات. لكن مش طبيعي ان الاطفال بيبقى عندهم امساك لحد 4 شهور وبعدين بيفك. بيبقى عندهم امساك يعني عاده بيبقى عندهم امساك، ما انا قلت اللي بيرضع طبيعي 4 شهور لحد ما العضله بتاعه البطن تبقى قويه لو كفايه ان هي تقدر لو بيرضع طبيعي اكسبتبل، شيء مقبول. لكن لو بيرضع صناعي او لو في اي علامه من علامات الانذار زي الانتفاخات زي الترجيع، لا يبقى لازم تشوف ايه سببها. طيب احنا معانا لو البراز بينزل مكلكع، دي علامه على فكره مهمه جدا، او البراز بينزل متحجر او شبه معجون السنان،
تمام. معجون السنان دي معناها لازم. استاذة مريم مساء الخير سريعا. مدام مريم مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير. اتفضلي سؤالك بقى سريعا عشان نختم بهذا التليفون. معلش انا ابني عنده سنتين وكل ما بيجي ياكل بيحوش الاكل ببقه وما بيرضاش يبلع اي اكل. حاولت معاه كتير وكشفت له كذا مره بيدوله فيتامين وكالسيوم وحاجات على الفاضي وبرضك ما بيحبش الاكل خالص ووزنه ضعيف جدا. حاضر يا استاذه مريم. نرد بقى على استاذه. هو اهم حاجه ان احنا وزنه ضعيف دي ساعات بتبقى اللي هو في نظر مامته يعني امه مش دكتوره. فاحنا اهم حاجه ده دايما اصلا المفروض حتى تفعل اللي هي مخططات النمو دي في الكراسه بتاعت وزاره الصحه فيها مخططات النمو بيبقى يقول ان مفيش حاجه اسمها الوزن قد كذا الطول قد كده. فاحنا كدا. الحمد لله مثلا في النورمال نورمال المعدل الطبيعي ولا اكتر ولا اقل بالظبط كده. لو احنا في المعدل الطبيعي خلاص يبقى مجرد نصائح غذائيه زي تظبطي الاكل يبقى فيه كل الفايده بروتينات فيه كربوهيدرات نشويات فيه قليل من الدهون واي نوع من الدهون المفيده اللي بتتاخد. بيحوش الاكل في بقه عند بقى بيحوش بالظبط دي اكبر دليل بيحوش الاكل في بقه حاجه من الاثنين يا اما مش عارف يبلع لان هو اصلا اتعود دايما ياكل الاكل كله سوفت بيوريه كل حاجه مهروسه عشان كده دايما اقول للام اما تيجي تدخل الاكل بعد 6 شهور دايما اعملي ميكسنج ما بين الاكل السوفت قوي والاكل اللي فيه قوام شويه وبالتدريج تكبري القوام. يعني مثلا مش الموزه تبقى كلها بيوريه بيوريه لا والاكل كله بيوريه لا ممكن الموزه تاكليها له حته صغيره بايدك انت بعد كده عند 10 شهور تقطعها له صغير وهو يعمل فينجر فيدنج او ياكل بايديه. اللي لازم هو يتعود على قوامات مختلفه مثلا تحطي لحمه مفرومه على رز والملوخيه مثلا دي حاجه بتساعد في قوامات اهو في بقه حاجات مختلفه. اللي بيتعود على كل حاجه سوفت سوفت بيبقى بيواجه المشكله دي لما بيكبر. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره مي استشاري امراض الاطفال واستشاري دولي في الرضاعه الطبيعيه. شكرا جزيلا ليكي. وبكده اكون خلصت فقراتي لكن ليلى معاها فقره جميله جدا عن الموضه تابعونا. احنا دلوقتي في اتوليير مصمم الازياء العالمي عمرو سعيد واللي هنتكلم معاه عن تفاصيل شغله كلها. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا لؤي اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله بخير كله تمام الحمد لله. قولي يا عمرو انا دلوقتي سالتك سؤال دي اللي عايزين طبعا نوريها للمشاهدين مع بعض كده. بصوا في 16 دقيقه يعني اللي عجبني كان في اقل كمان يعني لا بس اللي ادهشني انا ان انت في 16 دقيقه جاتك الفكره دي ازاي؟ يعني انت في نفس الوقت كده بتجيك الفكره ولا بتاخد لا لو انا لوحدي وبعمل ديزاين يعني يخصني انا للشغل الكولكشن بتاعتي طبعا انا يعني بسرح ممكن في وقت اكتر من كده لان بقعد ابص شويه وبقعد اشوف ايه الحاجات الجديده وايه اللي نازل جديد والحاجات دي كلها. بس لو انا مثلا مع عميله بيبقى مثلا قدامي عروسه بالعيله بكله فبنبقى 3-4 اشخاص قدامي فلازم ان انا في وقت قليل جدا اقرر ان انا اعمل سكتش لكل واحده بالشكل اللي يليق عليها. احنا دلوقتي شايفين قدامنا ما شاء الله فساتين حلوه قوي اوكي. بس انا عايزه اسالك حاجه دلوقتي الفساتين دي بتمشي على كل واحده مثلا الطويله والقصيره ولا حسب الجسم حسب الجسم البشره كمان اوكي. يعني انت مثلا لو تجيك واحده سمراء تقدر انت تحدد لها الفستان اللي يناسبها ويناسب بشرتها. بشوف اللون الاول وبعد كده ببص بقى على الشيب بتاع الجسم الطول والحاجات دي كلها فبشوف اللي يناسبها حتى في القصر يعني. والله لان مش اي حد بيلبس كمان قصير والطويل قصير ليه درجات كمان زي حالاتي كده. لا انت ما شاء الله بتلبسي كله يعني كله كله يعني اي فستان. بس هنا البنت القصيره يمكن تعاني شويه في موضوع اللبس في الحاجات الطويله بيبقى ليها درجه طول معينه وبنحاول نعمل لها ديل عشان بيطول الجسم شويه. ولو في القصير البنت كل ما تكون قصيره اكتر كل ما بتلبس فستان اقصر. جميل. رجعنا تاني زي ما شفتوا الفستان الجميل اللي انا لابساه ده تصميم عمرو سعيد. ميرسي يا عمرو على الفستان بجد. ده ميرسي ليك انت شرفتيني النهارده بجد. بجد انا طبعا انبسطت جدا كان يوم جميل بشكرك جدا يعني. جدا ميرسي. ما
مساء الخير والجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. النهاردة حلقة مميزة جدا مع ضيفي الجميل عمرو سعيد مصمم الأزياء اللي منورني النهاردة واللي هيكلمنا عن آخر كوليكشن ليه لـ 2016. ازيك يا عمرو؟ اهلا بيك. ازيك يا ليلى؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. يعني انا مش عايزه اقول لك على الحاجات الحلوه اللي انا شفتها عندك، بجد انا بهنيك من كل قلبي. ربنا يخليك. وبرجع وميرسي على الفستان الجميل اللي محليه طبعا يعني. ميرسي ده بوجودك طبعا. قول لنا عمرو، احنا انا لما كنت عندك يعني شفت حاجه كده، لما تيجي تصمم الفستان في الوقت اللي انت اخدته 16 دقيقه برضو قعدت روحت للبيت رسمت، انا قاعد بحاول عارف اطلع حاجه، بس ما انت ما شاء الله عليك، يعني ازاي بتجيك الفكره انه انت بجد في نفس الوقت انه انت تطلع فستان في 16 دقيقه، وحتى قلت لي انه تقدر اقل من كده؟ هو انا اقدر اقل من كده لو مثلا قاعد مع عملاء الكلام ده كله، فبمضطر ان انا في وقت قليل ان انا افكر واشوف الشكل الجسم عامل ازاي والمناسبه عامله ازاي والحاجات دي كلها، فبجمع لان بيبقى قدامي مثلا اربع اشخاص او خمس اشخاص يعني تبقى عيله العروسه الكلام ده كله، فبحاول ان انا في اقل وقت ان انا اطلع افكاره في نفس الوقت تليق على كل واحده. لكن انا لو شغلي الخاص بيا او الكولكشن بتاعتي باخد وقت اطول يعني، بس الحمد لله انا طبيعتي عشان بعرف ارسم كويس عشان طبيعه الكليه انا متخرج منها فنون جميله، فالرسم والسكتشز دي ما بتاخدش معايا وقت خالص يعني، ما بحسش انا بمعاناه، ببقى مستمتع بيها كمان. جميل. فعشان كده عايزين نشوف مع بعض اول عرض دلوقتي ونشوف الفساتين الجميله. يلا نبتدي. الفستان حلو جدا وتحسه هادي، فممكن تقول لنا بقى ايه سر جمال الفستان ده؟ بص، هو فكره الفستان اللي هو لون الجسم معتمد عليه اكتر، اللي هو درجات البيج بتاعت الجسم، ولعب فوقيه بقماش دانتيل اللي هو الشانتيه الخفيف جدا، وبعد كده مركب فوقيه بقى يعني اثنين ماتيريال من دانتيل اللي هو البارز، واحد مطرز واحد مش مطرز، هتلاقيها حتى بنتي سيكنس شويه في الشغل. وبأكمام ترانسبيرنت يعني، هو بينفع كذا مناسبه كمان، لو اخت عروسه قريبه جدا منها تقدر تلبسه، كاتب كتاب برضو لانه بكم مقفول، فكره الفستان بسيطه قوي. بسيطه؟ لا، هو الفستان جميل جدا بصراحه. طب يعني الفستان ده بيقعد معاك قد ايه عشان تخلصه؟ لا، ده مش اقل من شهر. شفت بقى؟ مش 16 دقيقة. لا لا، 16 دقيقة دي الرسم كده سهل، وبعد كده في التنفيذ الرسم سهل، بس التنفيذ حاجة تانية. التنفيذ حاجة تانية. جميل. لا، هو الفستان بصراحة جميل جدا. طب أنت بإيه أكتر أقمشة بتحب يعني تستعملها؟ بصي، أنا بحب دايماً ألعب في الأقمشة اللي هي المط، يعني ما بحبش ألعب في الحاجات اللي فيها لمعة قوي، فغير لو إن القماشة هي مطرزة، لكن دايماً يعني زي الساتان أنت لابسها ده ساتان مط، ده بيدي شياكه جدا مع الدانتيل لما بيتركب عليه، لما في حاجه واسعه ما فيهوش حاجه ضيقه، دايما الحاجه المط بتدي إليجنت اكتر. وبحب استخدم طبعا التول يعني، حتى في فستان الافراح ميال اكتر للتول عن الساتان. جميل. هو كل فستان طبعا بيختلف عن التاني، انه كل واحد بياخد وقت غير التاني، صح؟ تمام. اه طبعا. طب ايه اكتر فستان بياخد معاك وقت، فستان العروسه ولا فستان السواريه؟ لا، العروسه دايما. العروسه اه، يعني حتى العرايس دايما بيجي لي قبلها شهرين وثلاث شهور واربع شهور كمان. طب قعدت قد ايه تتصمم في الفستان ده؟ ده بالظبط بالظبط كان 45 يوم. ما شاء الله 45 يوم. كان عارف ان هو جاي يعني. من اختيار القماش لانه مش جاي من بره والدانتيل جاي من بره، يعني قعدنا نوفق كذا حاجه لحد ما الحاجه تمت يعني في الشكل اللي انت شايفاه ده. الحمد جميل لله. الحمد جميل لله. جميل. طب مثلا لو تيجي لك العروسه ويقولوا يجي معاها العيله طبعا كلها ويقولوا لك احنا عايزين في نفس الوقت تعمل لنا كلنا مع بعض، تمام. اوكي، ايه الوقت كمان تقدر يعني بسرعه تخلص الحاجات دي؟ بصي، هي دايما العروسه بتكلمني قبلها يعني زي ما قلت اربع شهور ثلاث شهور، بنقعد نتفق الاول وبيجي لي مره وفي الثانيه في الثالثه يعني كذا مره في الزيارات يعني، بنقعد نستقر، هنلبس اوف وايت هنلبس ابيض، بنقعد نختار مع بعض كذا سكتش لحد ما بنستقر، بعد كده بقى ببتدي استلم بقيه العيله يعني. بس ببقى دايما مركز مع العروسه، اهم حاجه اطمن معاها، وبعد كده العيله بقى ام العروسه واخوات العروسه بياخدوش وقت كتير الحمد لله. طيب اخبار الوان الشتاء معاك ايه؟ بص، انا مش محدد بلون معين، بس الوان الشتاء يعني اللي هي متواجده حاليا الشامبين والنحاسي والاسود طبعا يعني متربع على العرش، ما بيتاثرش سواء صيف او شتاء، والاحمر الدارك ده برضو موضه جدا اللي هو الغامق شويه،
والازرق الغامق مش الازرق الفاتح برضو والجرين ايمرالد دول الالوان. طب يعني ممكن تدخل الالوان مثلا تبع الشتاء شويه الغامقه في الالوان الصيفيه كده تقدر يعني في بعض كده تعملهم الالوان؟ طبعا بتمزجيهم شويه مع بعض. بس هو دايما اي واحده انا بفكر بشكل عملي شويه. ما بحبش احط خامات في الفستان بتدي ان ده شتوي قوي وصيفي قوي. لان دلوقتي انت خدتي من عندي فستان حابه تلبسيه في وقت شويه قريب من الشتاء وقريب من الصيف، انت الفستان ده في دولابك افرض عايز تحتاجيه في اي وقت. فدايما ببعد عن اللي هو ان انا اركز ان دي خامه شتويه جوه الفستان. فما بربطش قوي ان انا ده كولكشن شتوي او كولكشن بس تعمل تاتش خفيف كده. بالظبط. جميل. طيب نشوف العرض الثاني. اتفضلي. ده كمان الفستان جميل جدا. جميل. لا مش اتفضل مش قادره مش عارفه والله العظيم انا اخترت يا عمرو يعني انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. ده كانت شويه قريبه اللي هي الكات اللي هي التقسيم على الجسم اللي هي بتسمى الميرميد. بس الميرميد بتطلق لحد اللي هي تضيقه الركبه قوي، لكن انا ما بديش الركبه قوي عشان بخلي الموضوع عملي شويه في المشي وبيظبط شيب الجسم اكتر. فمستخدم اللي هو البيج ساتان على طول، لان برضه كنت حابب ان انا اطفي لمعه الساتان خالص، لان الابليكس اللي متركبه اللي هي فيها تطريز بالاوف وايت دي لوحدها بتلمع. فلو ركبتي حاجتين على بعض حتى لو فيها سنه لمعه بسيطه من تحت ما بتحسيش بشكل الابليكس وهي راكبه. بس والابليكس راكبه رسمه شكل الجسم يمين وشمال. جميل. بس انت عمرو من محبين البيج شكله. جدا. ما هو يعني انا برتاح له جدا اول ما بشوف يعني حتى كان يعني شريكي طارق دايما لما بيجي يبص بيقول لي يا عمرو طب حاول غير في يعني في الالوان جدد في الالوان. بس دايما انا بحس براحه نفسيه البيج كده بيقول لك لا تعالى عندي. انا حبيته يعني. جدا يعني. لا بحس ان دايما جميل. بيظهر شكل يعني بيليق طبعا على اي بشره. في ناس بتتخيل تقول لا البيج بيبهتني وكده، دي درجات معينه في البيج، لكن البيج دايما بيليق مع اي بشره. جميل. لا هو بص هو الفستان حلو والبيج طبعا جميل. طب انت ايه اكتر الوان بتفضل غير البيج؟ يعني لو انت مثلا انا شايفاك دلوقتي بتحب البيج. البيج طبعا. البيج يعني. طب لون تاني كده؟ لا دايما بحب درجات الباستيل يعني الالوان الفاتحه جدا اللي هي اللبني الفاتح، الاخضر الفاتح، البينكات الفاتحه، يعني بحبش اللون ما بحبش اللون الصريح قوي. بس هو دايما انا ما بحبش افرض ذوقي، لان انت في مصر في كل البشرات المختلفه. ودايما حتى كمان لما بيجوا لي يعني عميله من دول الخليج طبعا ليهم بشرات مختلفه برضو. بس انا بحب دايما اتعامل في يعني اللون على حسب ما بيليق على اللي قدامي، ما بحبش افرض لون معين انا عامله وده اللي انا بصر عليه. طب يعني ممكن تيجيك حد يقول لك مثلا انا عايز الفستان ده وكل حاجه واعمل لي، بس انت شايف ان الفستان ده واللون ده مش هيمشي عليه؟ لا بعترض طبعا. تعترض وما تعمل لهاش الفستان؟ لا ما بعملش. لا بنقعد نتناقش لحد ما بنوصل لحل وسط. لان بصي انا دايما ممكن افرض عليك رايي، بس انت ليكي كل واحده دلوقتي البنات دلوقتي عامه ليها ذوق، مطلعين جدا على السوشيال ميديا وشايفين ايه اللي بيحصل بره وايه اجدد قصه وايه اجدد لون نازل والحاجات دي كلها. فاي بنت بتبقى نفسها يعني في ناس ما بيلاقيش عليها الاحمر زي اللي انت لابساه. فما ينفعش انها تقول لي لا انا عايز البس فستان احمر، ما هو مش هينفع مش هيطلع حلو. حتى لو احلى فستان واحلى كات وجسمها بيبقى طالع بيرفكت مع الفستان، بس درجه اللون ما تلاقيش لا مع لون شعرها ولا السكين كلر بتاعتها. فبقعد اتناقش معاها لحد ما بطلع لها قميشه بالوان مختلفه وهي بتقتنع بعد كده. وبنقعد نصور يعني نفسنا بالفستان لحد ما بنركز على درجه لون لايقه معاها. جميل. يعني في النهايه يعني لازم تطلع هي مقتنعه يعني. لا ودي حاجه يعني دي شغلي انا، فلازم انها بنوصل لدرجه مع بعض، لان لو هي راحت فرحة او راحت المناسبه بتاعتها بيبقى الفستان عليها وحش. جميل. طب دلوقتي لو جات لك عروسه بتتدخل كمان في شعرها ومكياجها ولا بس بنعمل الحركه دي في الاخر. في الاخر. في الاخر الوقت خالص اللي هو مثلا اخر اسبوعين او ثلاث اسابيع، لانها بتحاول تروح تنجز في لون الشعر شويه عشان تشوف ما تتخضش قبل الفرح على طول، فبتستقر مع لون الشعر والحاجات دي. فانت بتتابعها بتشوف هي هتعمل ايه طبعا. ولو الأول في كوافير معين انا شايف ان هو يعني طبعا بترشح لها كمان ولا طبعاً لا؟ طبعا الكوافير برشح لها الشعر والميك اب كمان كله. طبعا كل فستان بيتطلب حاجه في الشعر، يعني في فساتين تتطلب الشعر يكون ملموم، في فساتين تتطلب الشعر يكون سايب كده. انت تقدر هنا تحدد لها ايه الفستان اللي بيمشي معاها بالظبط. وبنطلع بالظبط وبنطلع ريفرنس كمان لشكل الشعر. يعني هو كمان مش لقصه الفستان، البنت نفسها بيبقى ليها طبيعه في تدويره الوش نفسها او رسمه الوش نفسها. في بنات وشها رفيع جدا فبيليه معاهم شكل شعر معين، في بنات وشها بيبقى مليان وفي مثلا يعني خدود عاليه شويه في حاجه، فكل واحد على حسب شكل وشها. ده برده يعني
هو الموضوع كله مكمل يعني. انا حتى دايما في فستان الفرح بسيب دايما شكل الطرحه اخر حاجه. ما بحطهاش مع الديزاين بتاع فستان فرح من اول يوم، انا حتى برسم في السكتش. ليه؟ لان دلوقتي بيحصل تغييرات شويه، بنحصل ان احنا بنضيف حاجه في شكل الـ 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 الاكمام او السامبروتال وهو بيتركب، في حاجه طالعه زياده عن اللزوم، في دانتيل زياده، فما بحبش ان انا اعمل زحمه دايما، لان الطرحه مكمله لشكل الفستان مش هي الاساسيه في شكل الفستان. جميل. ايه اكتر فستان تعبت فيه؟ اكتر فستان كده تعبت بجد وانت بتعمله تعبت؟ هو اكتر فستان انا حسيت بضغط عصبي فيه، لان كانت لود المسؤوليه عليا جامد قوي، كان فستان فرح مايكا الساب. ده اللي ده اللي عايزين نتكلم فيه. كان بصراحه فستان حلو جدا. سلمت لي الموضوع جدا يعني. قالت لي انا عايزه اعمل فستانين، لان عامله جزئين في الفرح، فانا عايزه اعمل فستان اولين شكله حاجه فخمه جدا، وعايزه اعمل حاجه ثانيه اعرف اتحرك بيها واجري بيها والحاجات دي كلها. فطب مي، طب تعالي احضري معايا السكتش، هنعمل ايه؟ طب مي تعالي نختار حتى الاوف وايت او ابيض. سلمت لي كل حاجه لدرجه يعني ان يعني هي الفنانه الجميله مي كساب سلمتك كل حاجه. يعني الفستان بصراحه ولا حتى بصت على اي حاجه، لان مي متعوده معايا، انا معايا مقاساتها على طول. طب يا مي نظبط مع بعض. لا سابت لي كل حاجه لدرجه يوم الفرح والفستان رايح للاوتيل، طب بصي حتى عليه، مفيش، خلت علاء التونسي وعاشور هم اللي بصوا عشان يظبطوا شكل الشعر والميك اب مع الفستان. وبعد كده قالت لي انا هلبس الفستان على طول، انا متفائله بيك ان انا ما ببصش على حاجه. فانا كنت حاسس بضغط عصبي اكتر من ان انا يعني ان انا تعبان في الفستان. لا لا لا، كلنا صراحه يعني كلنا متفائلين بيك يعني. ربنا يخليك من ذوقك يا ليلى. طب نشوف العرض مع بعض. ده الفستان من احب الفساتين على قلبي. ده حبيتي قوي هناك في الاتيليه. من احب الفساتين على قلبي. لا الفستان جميل جدا وبجد بهنيك من كل قلبي. غريب، تحسي فيه رسمه الماتيريال غريبه شويه. والحاجات المتركبه مع بعض غريبه. فانا اعتمدنا الفستان ده على ماتيريال بايت، ومش مركب ماتيريال بايت اللي هي المتعارفه في السوق، لكن يعني فيها سن ترانسبيرنت وفيها رسمه شويه من جوه، بس ممكن ما اعرفش باينه شويه ولا لا. واعتمدت ان انا اركب الدانتيل، والدانتيل نفسه متركب مات، لان البايت بيلمع قوي درجه الابيض بتاعته. وفكره ان انا موزع الدانتيل بشكل متناسق مع الجسم، لان في ناس يعني مشكلتها في الحياه الابيض. الابيض بيتخن، الابيض بيتخن، فانا لاعب في حاجه في الكات في الجسم ومدخل معاه درجه الدانتيل الاسود، ولعب حاجات في الجسم بحيث ان هي ما تتخنش. يعني حتى لو واحده عندها سن الديفوف في الجناب تحت في منطقه الوسط ما بيبانش خالص مع شكل ده، ما بيبانش خالص. بيعمل رسمه للجسم بالزبط. جميل. لا هو الفستان بصراحه جميل. ده كمان اخذ معاك 16 دقيقه ده في السكتش؟ لا والله ممكن خد يوم تقريبا، لان كنا عاملين نستشقاق. يعني انا معايا اثنين الحمد لله يعني متوفق فيهم ربنا، يعني بيكفيني بيهم الحمد لله، مها وطارق، يعني هم شركاء معايا وفنون جميله برضو، مهندسين ديكور. بس دايما بناخد راي بعض، اللي هو طب ايه رايك في الابيض ده؟ دخل معانا يوم بقى. لا مش هنحط مع الابيض اسود، قعدنا نتخانق فيها شويه. قعدتوا تتخانقوا ده ليا؟ لا ده مش ليا. بالظبط، لحد ما رسينا على الشكل ده في النهايه يعني. لا هو بصراحه يستحق انكم تقعدوا تهولوا كده. لا مع اختيار الماتيريال كمان، يعني اللي هو كانت الفكره يعني جريئه شويه، ان انت ما تلعبيش بحاجه ساده تحت. لا هو بصراحه الفستان حلو وغريب وجميل وكل حاجه، وكل فساتينك جميله. ربنا يخليك بجد يعني. انا مش عارفه، هو الوقت كده خلص بسرعه معاك بجد، وانا استمتعت جدا وميرسي جدا جدا على الفستان الجميل اللي انا لابساه طبعا احمر، وميرسي على الفساتين كل التانيين حلوين. وشرفتني النهارده، ويا رب نعيدها مره تانية. يا رب، ده شرف ليا، وميرسي جدا جدا على استضافتك ليا. ربنا يخليك. ميرسي، ربنا يخليك. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الوقت مع هي.